السلام عليكم دكتور محمد. تسلم يا بوس. تسلم دكتور ياسين. تسلم يا أبو الخلد. تمام ممتاز يا دكتور محمد، شكرا لك. يديك العافية يا كريسبر. إن شاء الله يا عبد الرحمن. شكرا ميزو. تسلم يا دفعة. رحمة. شكرا زينب. وعليكم السلام دكتور زبير. نحن زماننا جاء، لكن يمكن ننتظر شوية، يمكن عدد تاني يخش معنا. وعليكم السلام دكتور عوض. تسلم يا كريم. عبد الكريم.
أيوة الموضوع عن الكورونا يا مروة. جدا يا عامر. اللايف عن الكورونا يا أحمد. الحمد لله يا عبد الكريم تمام والله. الله يبارك فيك يا دكتور أحمد. زمن يا دكتور أحمد دعاك. بنورك يا عصمت. بنورك يا صديق. تسلم نادر. المجموعة أنا خاشي غلط ولا شنو؟ أنا داخل من المجموعة أحمد يا خالد. من المجموعة داخل أنا إن شاء الله. دكتور أحمد نتقابل بإذن الله. مساء النور تسلمي. تسلمي أنا يا دفعة. إن شاء الله. حاضر يا حامد. طيب يا جماعة ممكن نبدأ بعد تقريبا لأنه العدد زي ما هو ما زايد كتير. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة أعرفكم بنفسي، أنا أشرف، أشرف صديق، بوست دكتورال هنا في هارفارد يونيفرسيتي، شغال على الـ HIV إنفلونزا والفيرال إميونيتي تقريبا لي 5 سنوات وشهرين بالضبط كده، وشغلنا كله على الفيرال والإميونيتي، بالأخص الشغل على اللقاحات. طيب اللايف ده في الأساس جاء نتيجة بالحاصل، يعني زي ما شايف إن إحنا مع كورونا الحاصل حاليا في كل دول العالم. الحاصل شنو؟ كثير من المعلومات في السوشيال ميديا بيشوف الواحد بحسبها إنها هي كثير منها مغلوط، يعني في حاجات كثيرة مغلوطة عن المرض. فنحن من حصل الوباء اتكونت لجنة هنا في هارفارد و MIT ومجموعة من الباحثين، والحمد لله واحد منهم شغالين على أبحاث كثيرة على الكورونا، عشان كده الواحد بيجي قريب ولصيغ للمرض أكتر. وفي بيبر إن شاء الله أنا حاخدتها لكم هنا اللينك، هي بري برينت، يعني لسه هي رسلناها وندر ريفيو في سيل اللي هي مجلة أو الجورنال بتاعت الخلية المعروفة،
لكن اوريدي طبعا كل الابحاث اللي بتكون على الكورونا او ريليتد للكورونا بتكون هي ممكن تاخدها اونلاين بري برينت عشان الناس تعمل فايده. فانا حقوم اخدها في 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 اللينك بعدين از يعني في في الكومنت, فالناس ممكن تخش تشوفها وتنزل حتى الفول لينكس من للبيبر تشوفها يعني. فهو ده شغل كولابوريشن بيننا وبين ناس MIT فيو ادفانس تكنولوجي عشان نعرف انه السبيسيفيك سيل هي الانفكتد يوتو سيل. هتكلم منها لقدام ان شاء الله. انا ما عايز اخش في تفاصيل كتير عن الديتيلز حقت الساينتيفيك ديتيلز والكلام ده عشان الفايدة عموم الناس كلها. فكتير من المسجات بتجيني في الخاص بيسالوني عن بيقول لي يا اخي في اخبار بتقول انه المرض ده هو اصلا ما في فيروس, ده كمثال يعني انه هو عباره عن غاز مثير, غاز الاعصاب اللي هو السارين. فكتير من الاشاعات طالعه عن المرض على انه هو غاز, وكتير من الناس بجد مصدقين. الحاجه الثانيه برضو اللي هي اشاعات طالعه انه المرض نفسه انه هو الفيروس ميد باي هيومن, يعني ناس بيتهموا يقولوا امريكان عملوا الفيروس او ناس يقولوا مثلا الصين او فرنسا. فرنسا طلعت في تقريبا في الميديا اكتر في الفتره الاخيره نتيجه لانه في فيديو طلع انه واحد طالع بيقول انه في براءه اختراع للفيروس من فرنسا والكلام ده. طيب يعني احنا ما حنخش في التفاصيل دي كثير, لكن انا بس انا عايز اقول حاجه للناس اللي بيقولوا انه غاز, ده ما غاز, ده فيروس والناس عملت له سيكونسينج وفي ابحاث اتجرت عليه والناس عارفه تماما انه فيروس وده كلام منتهي يعني. فاي زول بيتكلم على انه غاز ده معناته هو متابع الناس بس هم جاهلين عن الموضوع او هم دايرين يعملوا يعني ينشروا حاجه بس على انهم يشتهروا وشوفوني انا كتبت كده وعملت كده, او في النهايه تضليل للراي العام. عموما ده فيروس تم تعرف التتابعات بتاعته بتاعت الجينيتك كود بتاعه اتفكت كلها وتعرف والناس شغاله ابحاث, وتقريبا ده يمكن من اسرع الفيروسات اللي تم عليها ابحاث بسرعه خرافيه. يعني تقريبا الفيروس له اقل من 4 شهور, وكمية الداتا حول الفيروس الافيلبل حاليا من الساينتيفيك كوميونتي حاجه لا يعني خرافيه. كثير يتعرف عن الفيروس ويستيل كثير مجهول عن الفيروس, لكن التقدم اللي حصل خلال ظهور المرض الى الان تقدم كبير يعني للبحث العلمي, وبحوث كثيره اتنشرت ووضحت حاجات كثيره جدا جدا ما كانت هي معروفه ومبهمه. الحاجه الثانيه عن انه هيومن ميد, الكلام ده ما صحيح. في بحث اتنشر في نيتشر وضح التتابعات والكود جين انه بتاع الفيروس انه هو ما يعني شرح تماما انه هو ما هيومن ميد او ما تم بسبيسيفيك لاب. الحاجه الثانيه في دلائل كثيره بتاكد انه الفيروس ده ما ميد, يعني بالمنطق كده انت ما ممكن تقول امريكا عملت الفيروس او الصين او غيره وهو تسرب من المعمل ومشى حصلت المشاكل. يعني في اقتصاد دول تدمرت, كل الدول الآن حاليا متضررة, ما في دولة ما متضررة من المرض. والدليل أنا قاعد من العربية ياسي وبقدم في اللايف ده من العربية, يعني إحنا حصل شت داون كامل في الولموس في كل الولاية, هارفارد بالذات شت داون كومبليت, يعني شت داون ما في أي واحد يمكن يمشي المعمل أو أي واحد يمشي المكتب بتاعه والمعمل بتاعه لأي سبب من الأسباب. ده كل احتياطات وتحسبا لانه تقليل الوقايه, لانه الوقايه خير من العلاج, ما في حد يمشي يشتغل ما عدا اعداد بسيطه, يعني يمكن يعني اشخاص محددين بالنيم هم عندهم يعني very urgent experiment او حاجات يعني عندهم samples يعني precious لازم يمشي يهتموا بيها وكده, فديل بدوهم access. الاكسس ده بيكون بيسموهم الاسينشال بيرسونيل, ديل ناس هم الوحيدين اللي عندهم اكسس وبيمشوا بايام محدده بيكون محدده, هو بيعمل له ابروف من الجامعه انه يقدر يخش وبياخد فري باركينج عشان يمشي بالعربيه بتاعته بالعربيه, ما يركب اي مواصلات ما يحتك باي انسان هو ماشي على شغل. الحاجه الثانيه بيقعد من ساعه لساعتين فقط, فدي واحده من الحاجات. فما بتقدر انك تقدر يعني ما في شغل ما في اي حاجه كل شيء شت داون, فده دليل على انه اصلا لا يمكن باي شيء من الامكان يعني يعني منطقيا كده انا اقول الفيروس ده هم يعني هيومن ميد عشان يجي اي واحد يتضرر منه في النهايه. غير كده في حاجات كثيره ورت انه الفيروس ده حصل له ايفولوشن, يعني لانه ده ما اول فيروس
يكون كورونا فيروس يظهر. في قبله كورونا فيروس ظهر 2003، بعد ذاك الميرس ظهر 2013، ففي ديفلوبمنت حصل ايفولوشن للفيروس زي انه وهو نفس السيكونس اولموست يعني كلوز باي تو السيكونس بتاع سارس 1. حتى الريسبتور اللي بيستخدمه خشبه الخليه هو نفسه. يعني الحاجه اللي بقت اخطر في الفيروس انه هو بيجا مور اجريسيف يعني، وحتى انه انتشاره اسرع جدا وارتباطه بالريسبتور يعني سترونجر ذان ذا فيرجن اللي قبلها. فدي واحده من الحاجات في انه هو ما هيومن ميد، يعني ما في زول يقدر يعمل فيروس اساسا. فنجي للحاجه الثانيه في اللايف ده، انا هتكلم عن حاجات معينه حمر على سرعه، اللي هو هتكلم عن انه حاليا الفيروس، نحن نتكلم عن الدايجنوزيس، حنتكلم عن الامراضيه، الناس بتتكلم عنها كثير برضو الامراضيه، اوكي، حنتكلم عن التريتمنت العلاج الحاليا شنو المتاح وشنو الناس قاعد تتكلم عن العلاجات بيستخدموها شنو، وشنو اللي في البحوث يعني حاليا الناس شغاله، حنتكلم عن اللقاحات واللي هي اللقاحات دي اوريدي الناس شغاله عليها، لكن حنتكلم عن البحوث الجاريه ممكن سريع. الحاجه الاخيره التوعيه، يعني حنتكلم عن الوقايه لانه هو ده حاليا ده العلاج الوحيد. طيب لو جينا نتكلم عن الفيروس نفسه، الفيروس في حد ذاته مشكلته زي ما قلنا انتشاره سريع جدا، والمشكله حتى في الامراضيه للفيروس انه الناس بتموت من الفيروس. حتى الداتا اللي كلها ظهرت حاليا هي داتا لانه الفيروس هو بيقتل يعني الناس اللي بتموت منه اغلبهم هم كبيرين في السن يعني او كبار سن. الحاجه الثانيه يا اما هم كبار سن فقط، يا اما هم كبار سن عندهم كومبليكيشن ثاني، يعني يكون عندهم امراض مزمنه، سكري، امراض القلب، امراض ثانيه هي ممكن تاثر. الفيروس نفسه هو ما بيقتل الشخص، لكن الفيروس بيعمل مصيبة أكبر من يقتل الشخص. يعني الفيروس بيجهز جهاز المناعة ضده، يعني فإنه جهاز المناعة نفسه هو اللي بيقضي على الناس نفسهم أو بيقتل الناس. فجهاز المناعة سلاح ذو حدين، يا إما هو يحميك يا إما كمان يبقى ضدك. فالفيروس هو هنا الاستغلال. فواحدة من الحاجات المستقلة لها الفيروس، ونحن في البيبر اللي هي أوردي حاخدتها في اللينك بعدين، هي هتكون أونلاين، هي أوردي أونلاين بري برينت زي ما قلتها قبل ما تتنشر، اتكسرت لنت في سيل وحاليا ريفيو. في البيبر دي شفنا انه لقينا انه الفيروس فعلا بيستخدم الجهاز المناعي لانه هو يزيد الاكسبريشن، يعني الجهاز المناعي واحده من حاجاته انه يحارب الفيروسات، بينتج مواد كيميائيه او جزيئات، الجزيئات دي هي بتساعد على انه يحصل اتراكمنت او يجذب الخلايا المناعيه لمنطقه الاصابه عشان يقضي على الفيروس. واحده منها بسموه الانترفيرون الفا. احنا لقينا انه الانترفيرون الفا ده بعد يحصل انفكشن اصلا الفيروس بيستخدمه لنفسه، بانه هو الانترفيرون بيأثر على الخليه نفسها وبيزيد انتاج الريسبتور في الخلايا. يعني هو بيستقل الجهاز المناعي، والجهاز المناعي نفسه هو بيوفر له المدخل. دي واحده من الحاجات الريسنت يعني احنا لقيناها، لكن في حاجات كثيره اتعرفت عن الفيروس. انه اول ما يدخل كل الريسبيراتوري انفكشن دائما هي بتعمل دامج لللنج، للخلايا بتاعه اللنج، بالتالي الدمج الخلايا دائما نتيجه للريكروتمنت بتاعه الاميون سيلز، الخلايا بتاعه المناعه لما تنتجي المنطقه بتاعه الاصابه اللي فيها الفيروس. كل ما ينتج فيروس اكثر كل ما حصل جذب لكميه اكبر من الخلايا المناعيه. في البدايه بتجي خلايا مناعيه معروفه بسموها الانيت اميونيتي او الخلايا بتاعه الجهاز المناعي، الخط الدفاع الاول، منها نيتروفيلز ومنها الماكروفاج، ديل بيجوا. وبعدها بتجي خلايا تانية اللي هي الليمفوسايتس. الدمج لما يحصل في الخلايا ويحصل بعدين الاميون سيستم ما بيحصل ديسكريميناشن بين خليه مصابه وخليه سليمه، فبعدها بيحصل دمج في كل الخلايا الموجوده في منطقه الاصابه. هنا الخليه احنا عارفينها 90% ووتر المكون بتاعها. الدمج لكل الخلايا الكثيره دي بينتج كميه من الليكويدز والفلويد في اللنج او في الرئه، بيحصل فشل في الرئه بانها هي توفر الاكسجين لباقي الاجزاء بتاعت الجسم، فبالتالي بنلقى انه البيشن عندهم ضيق في التنفس، بيصلوا مراحل متقدمه او سيفير، بيحسوا من البدايه يبدو يعني يحصلوا يعني لما يحصلوا مرحله بتاعت ضيق التنفس دي المرحله اللي بدات انه الفيروس ينتشر بكميه وبيأثر على اللنج بطريقه وما. فبيحصل انه كل الفلويد دي لما تحصل ويحصل البلوك دات انه بيحتاج انه الشخص ده يمشي للاي سي يو اللي هو الانتنسيف كير او العنايه المكثفه،
عشان يحتاج أكسجين، فدائما حيكون قاعد محتاج أكسجين. دي مضاعفات خطيرة للمرض، وهي اللي بتأدي دائما للوفاة. عشان كده الريسبونس بتاع الميون سيستم هو الأساس، المشكلة الأساسية. عشان كده دائما في واحدين في بعض كبار السن لقوا إنهم المصابين بالمرض بيحصل فيهم يعني خلل في الجهاز المناعي، في بعض المواد زي ما قلت السيتوكاينز، من ضمنها الايل انترلوكين 6، كميه من السيتوكاينز اللي هي بتدخل في الانفلاميشن، هي بروتكتيف للبودي، لكن في نفس اللحظه لما تزيد عن حدها بتبقى انفلاماتوري، عندها انفلاماتوري فانكشن، او بتزيد الانفلاميشن والالتهابات. اوكي، دي واحده من الحاجات الفيروس اللي بيعملها. فبالتالي الناس كلها بقت تركز حاليا انت كيف تعالج الموضوع ده. اوكي، فالتريتمنت حنجي نتكلم عن القصه دي. فممكن انا اتكلم عن الناس لانه عشان الناس تكون رابطه مع بعض. اوكي، سو الفيروس بيحصل شنو؟ اول ما يحصل انفلاميشن دي انت محتاج توقف الانفلاميشن ده عشان توقف الدمج، يعني محتاج تثبت الجهاز المناعي شويه من اللي بيعمل فيه. فبالتالي حاليا الناس بقت تفكر في انها تدي انتي انفلاماتوري، اللي هي أدوية زي الـ Enter Inflammation، تعمل بلوك أو تكفي الـ Interleukin 6 من الـ Function بتاعته، بينك تجيف تديه تدي الـ Patient علاج اللي هو بيستخدم في ريماتويد، اللي هو Blocking للـ IL-6 Receptor. الـ Receptor موجود في الـ IL-6 Receptor موجود في الممبرين أو في الغشاء الخارجي للخلية، بيرتبط بيه الـ IL-6 وبيأدي الـ Function بتاعته. حاضر يا عمر. فالمهم نرجع للموضوع، معليش اسف على الكلمات الانجليزيه بتخش. فال IL6 لما يرتبط بغشاء الخليه الموجود في الخليه في الريسبتور بتاعه، هنا بيدي الفانكشن بتاعه الالتهابات وكده، بتدي الوظيفه الالتهابات. فبيدوا علاج حاليا، ادوا علاج في تجربه سريريه ل 21 شخص مصاب بعندهم سيفير، او زي ما اقول حاله حرجه او متقدمه جدا من المرض. ادوهم الريسبتور بلوك لانه تكفي للمستقبل بتاعه ب ب ب انتي بوديز، بيكون له انتي بودي او جسم مضاد، فبالتالي بتغلق بيثبت الانفكشن او بيثبت الانفلاميشن عن طريق السيجنال او الاشارات اللي بتجي من الاي ال 6 عشان يحصل يعني جذب لأزر من خلايا تانية من المناعة. فبالتالي دي الفكرة. 21 بيشن اللي جربت عليهم، جربت في الصين واتنشرت الشغل، اتنشر، دي كانت واحدة من أقوى البيبر أنا بعتبرها حاليا موجودة، وتدت يعني زي ما بقولوا أمل كبير إنه ممكن الناس، أمل كبير بين الناس ممكن تحصل على علاج عن طريق الانتبودي، لأنه هو متوفر وبيستخدموه للريماتويد اللي هو ناس الرطوبة، وبيستخدموه بكسر الناس اللي عندهم برضو التهابات، وفي ناس اللي عندهم مرض المناعة الذاتية. فهو مجرب يعني أبروف من الـ FDA ومن وسيف يعني. فحاليا التجربة تمت على 21، لكن الفكرة انه انت دائما العدد بتاع الابحاث السريرية الزي دي اللي بتطبق على بيشنت، اللي بتطبق على بيشنت او على مرضى، دائما العدد بيكون هو المشكلة، وطريقة اجراء الاختبار او التجربة السريرية. اوكي، دي المشكلة. فبتبقى انه الناس حاليا وصلت انه فعلا يمكن يكون علاج ناجح جدا، فبالذات للناس اللي عندهم مشكله حرجه وصلوا مراحل متطوره جدا، فلانه النتائج كانت مبهره في الـ في الـ في الـ في ال 21 مصاب دي. فحاليا تم الموافقه في الصين اوريدي، يعني حاليا تمت انه يعني طبعا الصين، ما الميزه في الصين ما زي دول زي امريكا ودول تانية، الصين مصلحة البلد لما يكون في مشكلة زي دي ما بتنتظر. هنا في ريجوليشن كتير، وفي أنظمة كتيرة بتحكم إنك تنتج دواء وتقدمه، من ضمنها الـ FDA
عشان انت تقوم تنتج يعني تو اكسبت الحاجه دي كعلاج، مع انه هو علاج لامراض ثانيه، لكن انت اكسبت كعلاج للكورونا او الكوفيد 19. ده بيحتاج منهم اجراءات كثيره للريجوليشن. فالصين ايميديتلي اول ما ظهر انهم عندهم نتائج ايجابيه اعلنوه كعلاج للكورونا عندهم بيستخدموه حاليا. حاليا شركات كبيره في الفارما من ضمنهم سانوفي هتبدا كلينيكال ترايل اللي هي تجارب سريريه على عدد كبير في نيويورك، دي تقريبا قريب جدا هتبدا. والحاجه الثانيه العلاج الثاني بيتكلم عنه كثير الايامات دي اللي هو الكلوروكين، اللي طبعا السودانيين كلهم بيعرفوا الكلوروكين كعلاج للملاريا. الكلوروكين تم تجربته فعلا، لكن الكلوروكين المشكلة الأساسية حاليا إنه نفس فكرة الخوف من السايد إفكت واحد، مع إنه هو سايد إفكت أو ما كبيرة، لكن still it can happen. يعني لازم تكون التجربة بطريقة معينة وتضمن سلامة الناس، لازم يكون في سيفتي تشيك، ولازم يكون يعني في طريقة إنه فعالة تعمل تجربة سريرية على عدد أكبر وشاملة العدد او تشمل عدد كبير من المرضى بمختلف مراحلهم في المرض. ايوه معاه الزيرومايسين يا علي عبد المنعم، كلامك صح، دي واحده من الانتيبايوتيك مضاف ليها لما الكومبينيشن لما مع بعض هم يدوهم بدي بيعمل بيقلل العدد بتاع الفيروس في الجسم. هو طبعا قبل ما يدوه للمرضى اساسا جربوه على خلايا في المعمل، خدتوا الخلايا واضافوا لها الكلوروكين وجابوا خلايا ما مضاف لها كلوروكين وعملوا لهم اصابه، ولقوا انه فعلا الخلايا ما بضاف لها كلوروكين بقلل الاصابه، فبالتالي عرفوا انه بيحصل بلوك او قفل للاصابه هنا او ستوب بقلل الاصابه، فعن كده قاموا جربوه على البيشنت بعد ده. فالكلوروكين ايوه نعم ممكن يكون واحده من الاجابات والعلاجات الناجعه، لكن يعني حاليا قيد الدراسه لمزيد من التأكيد على عدد أكبر من المرضى. عشان كده نحن يمكن نقول حاليا، وفي علاج تاني اللي هو أنتي فيرال استخدموه للإيبولا قبل كده، حاليا برضو تحت التجارب السريرية أدى نتائج معملية في للخلايا الخارجية في الإصابة كويسة خالص. أوكي فحاليا دي ثلاثة علاجات تحت التجربة وهي الناس المركزين معاها جدا حاليا. طيب دي العلاجات، ونحن ما عايزين نطول كثير على الناس بموضوع العلاجات، نمشي لموضوع لانه حاليا الكلام بقوله ده ما في علاج رسمي طلع بانه الناس تاخده. العلاج هو الوقايه ثم الوقايه ثم الوقايه ثم الوقايه. نمشي للموضوع اللي بعده، الموضوع المهم برضو الثاني التشخيص او الفحص تاع المرض، كيف تعرف الناس دي مصابه. الفحص حاليا بيستخدموا تقنية بسموها البي سي ار. اوكي البي سي ار ده هو بيقرا شنو، يعني بيشيلوا عينة والعينة بتتشال من اماكن معينة، يعني العينة دي لازم ما تتشال من دم، تتشال من الانف ومن الخشية المخاطية في الانف او من الخلايا المخاطية في الانف او تتشال من الغصبة الهوائية. في دراسة نشرت حاليا جديدة يعني في مجلة اسمها جامعة من المجلات المشهورة ومعروفة في العلوم في الطب عموما يعني، والناس دائما بترجع عليها، هي والنيو انجلاند جورنال اوف ميديسين، دي المجلات المعروفه والمشهوره. اتعمل بحث مهم جدا جدا، شالوا عينات من حتات مختلفه من مرضى وقالوا يشوفوا ممكن نلقى الفيروس لو عملنا الفحص بتاعنا. النتائج كانت رهيبه وادت لكلام كثير، يعني انك كيف تشخص المرض. المرض لقوا انه انت عشان تشيل عينات، حتى لو شلت العينه من القصبه الهوائيه عن طريق البايوبسي بسموه والمسحه، انك تدخل سواب وتشيل مسحه وتعمل التحليل بتاعك اللي هو جينيتك تحليل بتاع الجين، فبيقوا انه النسبه بتاعه البوزيتيف قليله جدا بتكون مقارنه لما انت تقوم شنو تعمل فحص بانك تشيل العينه من داخل الرئه من اخر القصبة الهوائية في الرئة، ودي صعبة جدا جدا وما يزولك تشيل عينة بالطريقة دي. فهم العمل شنو، انه دخلوا انبوب الى القصبة الهوائية داخل القصبة الهوائية الى منطقة قريبة للرئة، يعني محلة الشعوبات اللي تدخل الرئة،
ودخلوا محلول وعملوا شنو شفط للمحلول تاني. فهنا انت بتعمل زي غسل للمنطقة دي، الفيروس بيكون الراوند او في الحتة دي. فلما انسحبوا لقوا انه 93% من العينات ديل هم طلعوا بوزيتيف او نتائجهم ايجابية. لكن لما نشاروا العينات من نفس الناس من المنطقة العليا النتائج كانت 23% بوزيتيف، يعني فرق كبير جدا جدا. فاذا التشخيص نفسه حاليا بيتم حتى من المنطقة دي، منطقة بداية الغصب الهوية، ممكن يدي نيجاتيف كتير جدا، يعني نتائج مو سالبة وغصنا الزول يكون مصاب، دي مصيبة. فعشان كده التحليل ووقت العينة ومكان أخذ العينة مهم جدا جدا في الفحص إنه يكون سليم. هسي حقيقة في شركات لجأت لشي تاني، لأنه لقيت إنه الموضوع أصلا ذاته مكلف وبياخذ زمن طويل عشان تطلع نتيجة العينة، نطلع نتيجة العينة. فبقى إنه وأصلا أخذ العينة مؤلم صراحة من المنطقة دي، فلقوا إنه الموضوع محتاج ناس خبرة. فلقوا إنه الموضوع أنت لازم تعمل تحليل سريع، يكون سريع جدا في نفس اللحظة، إنه يكون accurate، يعني هو يكون الحساسية بتاعته عالية ودقته عالية جدا، ويكون في فترة بسيطة. شركات كثيرة لجأت لإنتاج ما يسمى بالICT اللي هو الإميون رياكشن أو التفاعل المناعي، بأنك أنت تشيل بس دم من المريض وتخطه في زي سلايد صغيرة كده وبيديك ريدينج، يعني بالكلر خط بوزيتيف مثلا في IgG في IgM. فبيقى قيسه 2 أنتيبودي. الأنتيبودي هي أجسام مضادة بنتجة لما يكون الزول مصاب، لما يكون الزول مصاب. فالأنتيبودي هي IgM أنتيبودي أو الجسم المضاد ده باسمه IgM، ده بينتج أثناء الإصابة، وبيكون دائما هو يعني دائما الديتكشن بتاعه أول لو أنت عرفته أو لقيته في الدم سرعة، معناته الزول ده حاليا مصاب أو إصابته حديثة. إذا لقيت IgG بس اللي هو بيسمى IgG، ده نوع تاني من الأجسام المضادة، ده معناته مصاب، يمكن يكون حاليا مصاب أو يكون قبل كده مصاب. عن كده دائما صعب تفرق انه الاصابه حاليا او قديمه، فعشان كده لازم تعمل الاي جي ام معاهم. فعملوا النادي في شكل كيتس كوميرشال تجاريه، شركه واحده ايطاليه تقريبا، انا زي ما عرفت من دكتور ايسر. طبعا دي بشرى انا برضو عايز اقولها هسه حاليا. التيست يدعمل لشركه ايطاليه، يدعمل في الصين، لكن تقريبا التجارب حاليا ادت انه ما السنسيتيفيتي والدقه بتاعته، يعني الحساسية والدقة بتاعته ما بالقوة اللي ممكن يستخدموه، لكن حاليا بيجرب فيه. في شركة ألمانية كبرى طبعا ومشكور دكتور ايسر، طبعا هو المسؤول في الشركة دي من الديفلوبمنت او التطوير المنتج، من الابحاث وتطوير المنتج في الشركة. فهم انتجوا كيتس جديدة من شركتهم، وتم تجربة عندهم وطلعت النتائج بتاعتهم ممتازة، وتم إرسال وحاليا أرسلوا الكيتس للCDC. CDC هم ناس Center of Disease Control and Prevention، ديل هم المسؤولين من أي إصابة تحصل في العالم وباء، هم اللي بيطلعوا أي حاجة عنها أو منشورات عنها، والمعلومات الدائرين أنها معلومات حقيقية يمكن تشيرها من الويب سايت ده أو من WHO. أي معلومات تانية بتجي من سوشيال ميديا ما لم تكون مؤكدة وجاية من اللاين ده أو تجي من بحث منشور في مجلة يعني محكمة، يبقى أي كلام. فهو مشكور يعني تبرع بأنه يرسل الكيتس ده يتجرب في السودان فور فري، يعني مجانا يترسل للسودان. فمن هنا نحن حنبدأ فكرة أنه نجرب الكيتس ده، ومحتاجين من المجموعة، طبعا عارفين نحن عملوا مجموعة بتاعت درع الكوارث أو غرفة طوارئ للكوفيد 19. فاحتمال كبير نحتاج متطوعين في المجال الطبي الموجودين في الجروب، يعني عدد يكونوا هم اللي متابعين البحث. نرسل عن طريق أيسر العينات أو الكيتس للسودان يتجرب، وهو الكيتس بياخد كل 10 دقائق فقط للتست، وبتقدر تعمل للاي جي ام واي جي جي اللي هو يعني الفحص بتاعك عن طريق الاي جي ام والاي جي جي. طبعا الموضوع ده محتاج ناس المجموعه عن طريق
غرفة الطوارئ إنه نتواصل مع وزارة الصحة إنها هي تأبروف الحاجة دي ونقدر نعمل تيستينج حتى لو للناس السسبكتد نعمل لهم تيست وحنقارن بالناس بعد ذلك لما نحصل لهم التيست بتاع البي سي آر ونشوف الفكرة إنه نشوف الحساسية ودقة الكيتس دي. وطبعا دي حتفيد الشركة برضو لأن هم حيعملوا تيست حاليا في إيران مرسلينه لإيران وبرضو أنا عملت كونكت وحنعمل لي تيست في السعودية مع جروب من مدينة الملك فهد الطبية فنحن حنقوم نجربه كمان في السودان مش هو بس للكوفيد 19 برضو هو بيعمل عندهم كيتس تاني للميرس يعني لو في كروس رياكتيفيتي ممكن الناس تعرفه طبعا احنا ما عندنا ميرس في السودان كان لكن حنجربه على السعودية في منطقة الميرس لكن دي نقطة بداية والكلام ده هيتفعل ان شاء الله بعد اللايف دي يعني حاجة كويسة خالص انه لو طلع فحص زي دي طبعا الشغل ده انا بعد عامل ويتأكد من النتائج النتائج دي حتنشر في الجروب هنا في نفس اللحظة حتتنشر بحث علمي الناس تستفيد منها والشركة يمكن تكون هي بالنسبة لها شنو زي ما يقولوا فيدباك انهم يستفيدوا من الـ من الـ من الحاجة الطلعه دي على سن المنتج لو عايز ديفلوبمنت اكتر يعملوا ديفلوبمنت ولو هو حس انه مين ممتاز وخلاص اوكي ممكن يكون يساعدهم فنحن حنتكلم عن الموضوع ده بعدين ممكن نخصص له زي ما يقولوا موضوع يعني نخصص له وقت تاني نتكلم فيه وبين يكون في مجموعة هي هتكون متطوعة وتشتغل بالتعاون مع وزارة الصحة وهم ما عليهم إلا يجهزوا الداتا ونحن بعد ذلك حنحاول نحللها ومع أيسر إن شاء الله حنحاول ننشره مع الجروب نفسهم وحتكون في حاجة طلعت من الجروب دي إنه هم ساهموا بشيء على اللي قال الناس تزعل إنها تعمل حاجة دي بالنسبة للفحص ال 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 نجري الحاجة الثانية اللي هي من الحياة المهمة الأساسية اللي بتكلموا عنها الأعراض يا جماعة ما في فرق بين أعراض الإنفلونزا وبين أعراض الكوفيد 19 الفرق ممكن يحصل ليترون لما تحصل ضيق التنفس والحاجات دي لكن في البداية تقدر تفرق انت إلا تفحص وانت عشان تفحص حتى في أمريكا هنا انت ما ممكن تضرب للمستشفى تقول لهم يا أخي أنا عايز أجي أفحص مثلا لأنه عندي مثلا بحطس وما أعرف عندي مبادئ بتاع الالتهاب وإنفلونزا ده في حد ذاته ما كافي فبقوم بيسألوك انت احتكيت بعمله هل سافرت هل في احتكاك في اشياء تانية بتخليك فالناس ما تكون مقلقه جدا لاي اعراض تظهر لك انها تخطى طوال هي دي الكوفيد 19 او دي كورونا لا ما في كلام زي ده فانت لازم تكون تعرضت للحاجه دي اوكي الفحص عمر بيزال الفحص ده من الدم بشال عينه بتاعت سيروم من الدم بس يعني بسهوله لانه بيفحص الانتي بودي يعني الاجسام المضاده في الدم نتيجه للمناعه طيب زي ما قلت الاعراض متشابهه جدا بينه وبين اعراض بعدين المشكله وين في الكميه من الـ في موسم الاصابه بالانفلونزا في كميه من الريسبيرتي فايروس بتسبب اعراض مختلفه تماما من بعض مرات بيكون في حاجات كومن مشتركه وفي حاجات ما مشتركه فعشان كده صعب انك تقدر تفرق يعني يمكن تلقى واحد جاءه التهاب فيروسي الليله جاءه التهاب فيروسي كان فيه اعراض معينه بكرة يجيو التهاب تاني يكون مختلف تماما يكون فيروسي لكن مختلف من ده وبيجيب نفس الأعراض بإضافة لأعراض تانية فما تقدر تجزم إنه الأعراض دي هي ممكن فالكلام الموجود في السوشيال ميديا الكثير بيقولك تعمل كده وده وكده وده ده إلا في المراحل المتأخرة حكاية ضيق النفس دي إلا في المراحل المتأخرة جدا تقدر تحصل لك أو بدت يعني مراحل بدت تتأخر شوية فشنو الناس ما تقلق ما دام أنت ما احتكيت وما يعني ما قابلت ناس يعني بيت قريب من الناس او كده فدي دي للوقاية حنتكلم عنها بعدين انت عن طريق الحاجة بتحكم نفسك انت ممكن تمشي تفحص ولا لا طيب لما نجي لموضوع الحاجة التانية حتكلم عنها في حاجة مهمة جدا الانتقال عن طريق انتقال الفيروس دي كيف انه المرض يعني بيحصل وكيف انه بينتقل المشكلة الكبرى حاليا في كثير من الحاجات ما كانت معروفة عن الفيروس حاليا في حاجات بدأت تظهر وبأمانة في حاجات أنا استنتجتها من 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 البحوث الطلعة دي مش أنا استنتجتها بس لكن هم حتى أشاروا لحاجات وأنا طبعا بحاول أعمل لها أبليكيشن على السودان بحاول يعني أطبقها على وضعنا في السودان شنو ممكن يحصل إذا الكلام ده طلع حقيقي لأنه حتكون كارثة بمعنى كارثة كبرى أوكي مشكلة المرض زي ما شايفين في بعض الدول يعني زي إيطاليا في البداية ما اهتمت بالموضوع شديد وحصلت الكارثة المرض مجرد ما دخل وبدأ ينتشر
صعب جدا انك توقفه. فعشان كده الأولوية انه انك تغي نفسك وتغي غيرك وتوقف المرض من البداية. نحن بنحمد الله في السودان انه المرض ده ما جانا في البداية. المرض ده مشي لدول عظمى قدرت يعني زي ما بقولوا يعني عملت اشياء كثيرة وقدرت علق حتى فقدت ناس اي نعم لكن عندهم الامكانيات كان لو نحن جانا كان حنفقد اكتر من كده كثير. فالمرض بيقى لنا عندنا الليسون او تجارب نحن نشيله من الناس التانين ونطبقه على روحنا عشان ما نقع في الغلطة. لانه نحن لا نملك ولا زر من امكانيات الدول دي. تمام؟ طيب نجري نطلع الموضوع الانتقال بتاع المرض. المرض دايما الناس عارفين كل الميديا يمكن قاعد تكتب وكل الاعلام بيتكلم عن انه ينتشر عن طريق الرذاذ القحة العطس انك تكون واقف جنب واحد عنده المرض او مثلا الاسطح. حاليا البيبر الورقة العلمية طلع جديد وري انه بيقعد في الاسطح اللي هي في نيو انجلاند جورنال اوف ميديسين. دي برضو واحدة من الحاجات يعني انت ممكن تهبش سطح وتخط في يعني تحك انفك تحك يلا دي واحدة من الاشياء اللي ممكن تنتج لك تعرض يعني تخليك معرض لإصابة. لكن الفكرة وين؟ الفكرة انك عشان تغني نفسك انت من الموضوع ده لازم تكون على بعد عن اي شخص انت بتعرفه أتليس متر. يعني اقل حاجة مسافة بين اي شخص تاني متر. الليلة انت لو قاعد في البيت مع ناس البيت الناس تقعد على مسافات متباعدة وتتونس، ما ضروري الناس تكون لاصقين في بعض. اوكي. الحاجة التانية في المكاتب وفي الشغل، مع انه انا بفضل الاجراءات تكون حازمة وانه يكون يعني حتى يتم تقليص الناس العاملين لأقصى درجة ممكنة في السودان، أقصى درجة ممكنة. يعني ليلة الكابيسيتي أو السعة بتاعت الشغل لو كانت يعني 100% مفروض تنزل، لو 10% بيقدر يمشي الشغل يكون كويس، وأي زول يكون قاعد في مكتب براو، لأنه حتى مكاتبنا ما فيها التهوية الكافية إنك أنت تحمي نفسك. ممكن يمشي ومشي الشغل بالطريقة دي، لكن لازم تنزل لأقصى درجة الجمهور. أي شغل بيحتاج إنك تجي الجمهور تقيف فيه كجمهور، ولا خدمات الجمهور زي الجوازات أو غيره، أي حاجة بتحتاج لها الجمهور يجي بنفسه تقيف تماما. يعني يحصل تعليق لأي إجراءات تخص المواطنين سواء كان، لأنه الأهم صحتك وصحة غيرك والبلد. لأنه دوبة مجرد ما بدأ صعب إنك تهزمه بإمكانياتنا اللي عندنا، صعب جدا جدا نقدر نعمل حاجة. يعني دي إشكالية كبيرة. الدول المتقدمة عندها إمكانيات وما قدرت تهزم المرض. خوف كبير جدا في أمريكا حاليا، كل البلد مغلقة يعني هنا في أمريكا. الحاجة الثانية الخوف الأكبر من الأمريكان المسيطر عليهم، لأنه هم برضو عندهم إشكالية، عندهم أمراض مزمنة كثيرة جدا جدا، أمراض القلب وعندهم أمراض السكري نتيجة دي كلها البدانة والأكل المصحي وأشياء كثيرة زي عندهم مشاكل في الكبد نتيجة للشرب طبعا والأشياء دي. فهم العرضة والمشاكل بتاعتهم أكبر، بيخلوهم أكثر عرضة لأنه المرض يكون عندهم قوي جدا ويفقدوا ناس كثيرين. أوكي. فعندنا فنحن على الأقل أي نعم نحن ما عندنا الحياة يمكن تكون أقل نوعا ما منهم، لكن فينا مشاكل تانية أكثر. يعني عندنا مشاكل كبيرة جدا جدا اجتماعية وعادات، زي ما ذكرت العلم عبادة ما أعرف اسمك من يعني، فعادات كثيرة جدا جدا محتاجة تتغير. الحاجة الاجتماعية يعني مثلا يعني احنا ممكن نقول الأشياء الاجتماعية الناس بتعملها، السلام بالأحضان ولازم الواحد يصافح بيده، وموضوع المناسبات يعني الوفيات الناس تمشي تتجمع وتكلوا وشربوا الشاي وتونسوا واللمة والونسة يعني ملاصقين في بعض. الشيء الثاني التجمعات الزيدية والمناسبات، يعني أي واحد عنده عرس العماد بالله لو في طريقة يأجل العرس يعمل وزبن المازون والبيت، يعني هو المازون وي والمهوف هو المدو والمدام والمازون والشهود وكل واحد منه تاني متر أو مترين ما مشكلة، أو تأجله خلي الموضوع ده يمر على خير وعمل إرسك بعد ذلك. فأنت ما ممكن يعني أنت عشان أنت مثلا تفرح الليلة أنت تأذي نفسك وتأذي غيرك والبلد كلها تتأذي. وأي زول حتى لو في مناسبة هو شخصيا يمسك نفسه عليه ويقعد في البيت، يعني صراحة لأنه الأيامات دي أنت ما عندك حل غير أنك تقعد في البيت. أي نعم أنا بقول في ناس كثيرين بيقول لي يا أخي الناس شغالين رزق اليوم باليوم في السودان، الفرق بيختلف من انك
يعني ما زي مثلا دي دول دي هنا، هنا برضو كثيرين شغالين في وزاره اليوم باليوم ما فرقت، لكن الفكره انت حتى لو وزاره اليوم باليوم ما مشكله امشي اشتغل لو يعني انت مضطر انك تشتغل، لكن ابعد من التجمعات، وحتى لو ما تكون شغال تعمل حسابك تكون بعيد من الناس الشغال معاهم، يعني تحافظ على نظافه يديك، تغسل على طول، يعني فهم الهيجين والنظافه الصحيه دي مهمه جدا جدا. فالناس تحاول بقدر الامكان الايامات دي الناس تقعد في البيت، وبالمناسبه دي فرصه كويسه، يعني انت الليله دي فرصه انك تقعد مع اولادك يعني واهلك واسرتك، بتكون لك زمن انت ما يعني دي فرصه، دي علاقات اجباريه تجمعك بينهم وتقعد معاهم، يعني حاجه اجازه اجباريه جاتك تقعد معاهم، يعني استفيد من الفتره. لان احنا كلنا بقينا بعيدين من اسرنا الفتره اللي فاتت، انا السنه اللي فتره لي كم يوم قاعد في البيت، يعني بنتي ما مصدقه اساسا ان انا قاعد في البيت ودايره تلعب وما مصدقه، تقول لي ما ماشي الشغل، اقول لها لا. فالناس الحاجه دي بتفقدها، يعني الواحد لما يقعد هسي بيفقد، يكون حاسس انه فاقد الحاجه دي جدا. فالناس تفكر في انها دي حاجه ايجابيه انك تستفيد منها، يعني انك انت تكون ترجع لعلاقاتك الاسريه القديمه، يعني تشوف ناس البيت كان فاقدك كان يعني بيناتكم مفقود شنو، يعني في حاجات كثيره احنا بقينا نفقدها عن طريق الحياه السريعه، الناس دايره تكون شغالة وما في ضمن، والناس الحياة شغلاها وضغطاها. فالناس شوية كده تشوف الحاجة دي من منظور إيجابي أكتر منه منظور سلبي. الإيجابي أنت كسبت حاجتين، إنك حميت نفسك وحميت أسرتك ووقفت المرض دي في البلد، لأنه لو الدالة بتاعت المرض دي بدت هتتسارع بدرجة خرافية جدا جدا. فالحل إن إحنا نفكر في إنه الموضوع ده إيجابي. الحاجة الإيجابية الثانية نفكر في إنه نحنا قعدنا مع أهلنا يا جماعة ده فاقدينه لنا سنين، ونقعد مع هن ديل يعني حبوباتنا اخواتنا اخواننا اولاد خالاتنا، ديل معاك ناس في البيت فما حيكونوا بعيدين منك، يعني حتى لو مشيت زي ما قلت برضو تاخد شنو زي ما بيقولوا المسافه القانونيه متر اقل حاجه حتى مع ناس البيت. ها فانه انت ما عارف انك انت حتكون اختلطت بمنه او منه مختلط بمنه، فحتى جوا البيت انت تاخد الطرق ال ممكن تحميك وتحميهم كمان. الدوله طبعا انا بدي اتكلم عن دورك انت كشخص في المجتمع، لانه مرض ده اصلا الدوله حتى لو خطت قوانين صارمه وانت ما اتبعتها في النهايه المجتمع هو الدور اكبر في انه يكافح المرض ده ويحمي نفسه ويحمي غيره. فالمرض ده المكافحه مجتمعيه اكثر منها هي تكون على افراد او حكومات. الحكومه طبعا بالضبط عندها دور في انها هي حاليا، انا شايف ان الحكومه عملت حاجات كثيره ايجابيه، قفلت كل يعني ما في دخول وخروج للبلد، في نفس اللحظة وقفت حيات كثيرة جدا ومنعت التجمعات، مع انه انا عارف موضوع التجمعات ده موضوع تاني ما حيجيب بسهولة، يعني موضوع مثلا الشباب شي يقعد يشرب شيشة والقصة دي اوكي ما مشكلة الناس تشرب شيشة وهي حاجة، لكن حاليا في وباء الناس ممكن تصبر شوية، يعني 15 يوم 21 يوم شهر ما فرقت، يعني ماشي ممكن يخلي زول يعني راسه ده ما خلاص يعني ما قادر يستحمل، او انت لو داير تشرب شيشه ومضطر مثلا تشرب شيشه ما ضروري تشرب في محل عام لانه دي مشكله، يعني انت الحاله بتشرب بيها ده يزول بيشرب بيها غيرك، فانت ممكن تجيبها في البيت اوكي حقتك انت، خد واحد يشتريها وخدها في البيت واشربها براك. مع انه انا ما بنصح في الايام دي لسبب انه انت محتاج انك تكون معافى تماما، لا قدر الله لو اصبت باي حاجه تكون انت مستقبل حي بصحه كامله، يعني لانه اكيد هي حتضعف شويه في رئتك وتضعف حاجات كثيره في جسمك، فانت محتاج تخلي انك صحي في الايام دي اكثر من انك تدخل نفسك في متاهات تاثر عليك لو حصل اي حاجه لا قدر الله. حاليا نحن موقفنا ممتاز، الوضع حسب اللي بشوفه انا ما عارف الكواليس شنو، لكن ده حسب الاخبار اللي بشوفها انا ما عارف اذا في حاجات كيسز معروفه وداسينا او دي حاجات ثانيه، انا بتكلم عن الوضع العام. نحن وضعنا افضل كثير من اماكن كثيره حاليا، السعوديه تدي الليله يعني وصل اكثر من 500 حاله، قطر يعني اوفر ال 600 و700، فنحن يا جماعه نحن في وضع وشايفين مصر قدامنا، يعني نحن في وضع حاليا نتكاتف كده عشان نقدر نطلع من الازمه دي، هي كلها ايام ويتعدي تمام. فنخلي بالنا انه اي حاجه نقدر نحن بس نقعد في البيت، ما نطلع برا الا للضروره القصوى، وحتى لو طلعت دايما ما تخالط، تكون بعيد تاخذ مسافه قانونيه.
فهنا اتبع الحياة الصحية. طيب نجي لموضوع، نرجع تاني للموضوع بتاع زي ما قلت لكم الحاجة الانتقال اللي هو طبعا عن طريق الرزاز. في مصيبة تانية ظهرت كمان في الأبحاث جديدة، إنه الفيروس من دراسة عملت في مجلة نيتشر الطبية، لقوا إنه الفيروس يتلقى في البراز بتاع الأطفال المصابين، ودي يعني أدت لشوية كده بتاعت خلت الناس تفكر تفكير غريب جدا جدا. هو الفيروس ده كيف وصل هنا؟ اوكي، يعني اذا جاء عن طريق الفم ده، يعني انت بلعته مثلا ودخل المعده والامعاء، كيف انه اصلا طلع من الحامض الموجود في المعده دي مره كده بسلام ووصل لحد ما طلع مع البراز؟ فدي واحده من الحاجات اللي خلت الناس تفكر في انه هل الفيروس ده الطلع ده هو كامل مكتمل كفيروس مكتمل، يعني فيروس كامل كده وممكن يعمل إصابة، ولا الفيروس ده حصل له دي ما بقوله تكسير وطلع منه الـ RNA عادي، يعني يمكن تعمل ديتكشن لانو الـ PCR يعمل لك ديتكشن الـ RNA. يعني دراسة جديدة جات قبل أسبوع أو 10 أيام تقريبا في مجلة اسمها جامعة، زي ما قبل قلت المجلة محترمة خالص. الدراسة دي خدت النقط على الحروف، شالوا البراز من بعض البيشن وفعلا عملوا الفحص بالبي سي ار العادي، ولقوا انه فعلا في فيروس هنا، فقرروا يشوفوا الفيروس ده مكتمل ولا لا، ممكن يسبب اصابه ولا ما ممكن، لانه دي النقطه الجدليه هنا. فعملوا شنو؟ شالوا العينات وقاموا شافوها بالمجهر الالكترون مايكروسكوب أو المجهر الإلكتروني، والمصيبة طلعت إنه فعلا الفيروس كامل مكتمل بالغلاف بتاعه. يعني فده دليل على إنه البراز نفسه ممكن ينقل المرض. والحاجة التانية جات في دراسة في نيتشر أكدت الكلام ده، ممكن الحاجة دي تحصل عن طريق الجهاز الهضمي وتمشي، إنه شالوا عينات من اللسان، خلايا الموجودة في اللسان، ولقوا إنه الخلايا الموجودة في اللسان دي عندها كم هائل من المستقبلات للفيروس في الغشاء بتاعه أو في السطح بتاعه، كم يعني كم كبير جدا جدا، معناته الفيروس ممكن يخش حتى عن طريق خلايا لسانك يعني، وممكن بعد ذاك يتكاثر وينتج الفيروس ويصل، ممكن يخش بعد ذاك عن طريق الدم، لأنه برضو في عين الدم لقوا 1% منهم عندهم نتائج إيجابية، معناته يمكن يصل الدم 1% بسيطة طبعا، لكن ده بيدل على إنه ممكن يخش الدم ويكون قاعد، ومن طريق الدم طبعا يمكن يصل اي عضو. يصل اي عضو دي النقطه الدار اصليها انا برضو. طيب الموضوع بتاع انه يصل اي عضو ده مشكله كبيره، لانه انا حخط البحث زي ما قلت بعدين، البحث احنا عملناه مع ناس MIT. البحث هو عباره عن شالت عينات خلايا او انسجه من الانف ومن من القصبة الهوائية ومن الرئتين ومن الكبد ومن الجهاز الهضمي، من أماكن مختلفة، أنسجة بتاعت أماكن مختلفة للإنسان. يعني طبعا هنا في بنك، يعني أنت لما تكون عايز الحاجات بتطلبها من بنك، بتقول لهم أنا عايز أنسجة من الكبد، عايز أنسجة من كده، طبعا ما يعني لأنه الموضوع ده هنا في أمريكا، ممكن في الدول العظمى كلهم، لما تجي عندما نقول الكلام ده سريع عشان الناس تعرف انه الحياة دي بتحصل عليها كيف، لما تجي تعمل الرخصة بيقول لك عايز تتبرع لو حصل لك اي شيء لا قدر الله، حادث موتة ولا كده، لانه يعني في ناس كثيرين انهم محتاجين زراعة اعضاء نتيجة لمشاكل كثيرة، زي ما تكون الكبد عندهم مشاكل كثيرة من الشرب والحياة دي واعضاء كثيرة وغيره، يعني كلى وغيره، بيقول لك عايز تكون متبرع بانسجتك باعضائك اذا انت حصل لك اي شيء لا قدر الله لما تيجي تطلع الرخصه حق السواقه. فانت اذا قلت ايوه في رخصتك بيقوم بتطلع عليك وفيها هارت، في علامه بتاعت هارت ده، انت لو حصل لك حادث لا قدر الله في اي حته في الشارع، لقوك ميت او اتضربت حصل لك حاجه، نقلوك مستشفى في حاله حرجه لا قدر الله، مت هناك، بعين الرخصه دي لو فيها هارت انت خلاص اجهزتك دي كلها بتمتلكوها هم، فبيشوفوا فصائل دمك وانسجتك مطابقه مع في الداتابيز اللي عندهم، في واحد مطابق ليك ممكن ينقذوا حياته، يقوموا طوال يتصلوا عليه يقول له والله يا اخي عندنا واحد توفى وهو خاتي نفسه متبرع وعنده كبد مثلا وعنده كذا، يمكن نزلوا عليك تعال بيجيبوه. فبعض الانسجه دي اذا ما لقوا متبرعين فيقوموا بيحفظوها وبيستفيدوا منها،
اوكي في الدراسات زي دي او غيره. طيب نحن قمنا جبنا الانسجه دي وجبنا انسجه برضو من بتاعه مونكي او جروت شغالين عليهم على بيشتغلوا هنا بيشتغلوا على على الايدز والاتش اي في يعني كموديل بنشتغل عليهم. فجروب شلنا العينات دي من انسجه مختلفه وقمنا عملنا حاجه يعني استخدمنا التقنيه بتاعه السنجل سيل ار ان اي سيكونسنج اللي هي بتشيل النسيج كله فيه كميه من الخلايا مختلفه. الخلايا دي انت لو فصلتها وقمت عملت سيكونس لكل خليه وتشوف الريسبتورز بياتوا خلايا اكثر هي بتنتجه فبتعرف نوع الخليه الفيروس اللي بيعمل لها شنو تارجت او الخليه الهدف بتاعت الفيروس في المناطق المختلفه من الجسم. فلقينا انه الفيروس المستقبلات دي موجوده على خلايا معينه في الفم ونفس وجزء نفس من الخلايا موجوده في القصبه الهوائيه وفي الرئتين وخلايا معينه في الكبد وغيره من الانسجه. فده بيدل على حاجه انه لو الفيروس اللي قلت لك بيل في الدم ده مره ممكن يصيب اجهزه تانية كمان ويخش جوا الخلايا ويتكاثر وينتج. يعني ما بالضروره هو يكون بس قاعد في الريسبيرتوري او في اللنج. دي حاجه اللي قدام هتتعرف اكتر لكن دي الدراسه في البدايه بتوري الحاجه دي ممكن تكون في امكانيه نتيجه الحاجه دي. يعني في خلايا هدف معين في التنت عند المستقبلات دي انه الفيروس بيخش بيها هي موجوده في عدد من الخلايا في انسجه مختلفه من الجسم بتاعنا. طيب ارجع لنقطه النقطه بتاعت انه بيطلع مع البراز والفيروس اللي جوه مكتمل والمصيبه دي. هنا احنا لازم نفكر كسودانيين. الامريكان طبعا والدول المتطوره هم ما فكروا في الحاجه اللي حفكر فيها انا دي لانه الهيجين او الحاجه الصحيه بتاعت استخدام الحمامات والحاجات دي هنا يعني ممتازه. يعني احنا بنتكلم عن نقول الحاجه دي للسودان. هنا بتجي مرحله اخرى. يعني نحن هنا ما عندنا مثلا في امريكا هو الدول العظمى بتلقى ذباب وما بتلقى ناس بتعمل حاجه دي في زي ما يقولوا في العراء او الحاجه دي. هنا نحن في مصاب ثاني ومصيبه جديده. لو الكلام ده حقيقه نحن معناتها موعودي يعني في حاجه حصلت زي دي في السودان ممكن يكون في طريقه انتقال ثاني غير كمان زول يقرب منك وكذا. يعني انت الليله الذباب الحايم ده يمكن يشيل من هنا ويشيل من هنا ويجيب لك ويحط لك في الاكل لانه في اللسان موجود الخلايا ممكن يعني الفيروس يخشها ممكن بعد ذا كسر الجهاز الهضمي ممكن عن طريق الدم يرجع تاني للرئة. في حاجات كثيرة الفيروس ما معروفة بدأت تظهر عرفتها. فالنقطة هنا نحن بالنسبة لنا نقيس بالحاجة اللي عندنا في السودان الهيلث يعني الحياة نحن ما نكون منطقيين. يعني نحن بنقيس بالحياة اللي عندنا أمراض الكوليرا الحياة دي ما تظهر في دول زي أمريكا والدول المتطورة. ليه؟ لأنه اللي عندهم ذباب لا عندهم الطرق الحياة بتحصل حاليا. يعني التبرز مرات بتين في العراء في النيل في الأشياء اللي بتحصل هي اللي بتنتج حتى البولهارس والحاجات دي بتجينا لين احنا. الطرق اللي بتتم دي هي بتطق عن طريق التعامل بتاع المواطن البسيط مع الحاجة دي بأنها هي حاجة بسيطة وطبيعية دي الحياة. اوكي فالناس تبدأ التغيير بعد ده حيبدأ انه شنو احنا لازم نفكر في انه الحاجة دي حاليا النقل بتاعها معروف عن طريق معين بالنسبة للدول المتقدمة. ايوه نعم اللي هو الرزاز وانك عن طريق الفم والرزاز والعصب والكلام ده وده برضه حيكون في السودان ودو غير الدول الثانيه. لكن بالاضافه لكده احنا عندنا حاجه ثانيه لازم نفكر فيها اذا الحاجه دي فعلا حقيقه للدراسات الجديده انه بيطلع مع البراز وبيطلع كامل زي ما شافوه وفي ذباب. احنا ما شاء الله يعني بلدنا مليئه بالاسراب دي. فحقيقه يعني دي حتبقى مصيبه ثانيه يعني احنا في غنى عنها لانه حتى لو بعيدنا وقعدنا في بيوتنا يعني دي تبقى مصيبه ثانيه. فالحل النظافه الناس تهتم بنفسها. فانا الكلام بقوله ده ما الناس يقول عشان انا داير اضخم الموضوع لكن انا باخذ كلام ده الكلام الطلع. انا بتكلم من جهه منطق انا سوداني وطالع من بيئه سودانيه وبتكلم على انه الناس اللي ما شايفينه هنا انا شايفه اللي هو في السودان. اوكي فانا بربط بالنتائج بتاعت البحوث الجديده اللي ظهرت بربط بواقعنا نحن في السودان. ونحن اذا طلعت الحاجه دي حقيقيه والنتائج طلعت في البحوث دي هي حقيقيه وظهرتنا ومنشوره في مجلات محترمه نحن معناتها لازم نعمل حسابنا بطريقه غير عاديه. نحن معرضين لطريق عدوى اخر غير الرزاز وغير البعد حتى لو قعدت ببيتكم. دي حاجه ثانيه. فالناس لازم تتبع الحياه الصحيه في اي حاجه في استخدام الحمامات في اي حاجه.
حتى الناس اللي بيستخدم حماد في بيت واحد لازم يكون في إيثانول أو يعني كحول أو مطهر وايب ناس تمسح بيه. فالحاجات دي مهمة جدا جدا حاليا نحن لفترة معينة. يعني أقل حاجة نحن بس لو صبرنا كده لمدة شهر الأمور بتتضح. نحن يمكن نقول من 15 يوم لشهر، لكن أنا ما بقول بعد 15 يوم الناس تطلع الشارع، لأنه الفيروس لسه طالع. يعني لحد الآن الصيف بدأ يخش والفيروس طالع، يعني ما في شيء يتغير. ما درجة الحرارة الناس بيقول تكتر الفيروس و استيل الفيروس طالع في الطالع، يعني ما في النازل. فالناس بقدر الإمكان الأيامات دي تفكر في حاجة، إنه كويس إنه في أبحاث كثيرة، يعني نحمد الله إنه بتتكلم المرض ما بدأ عندنا، ظهر عند ناس تانين وبيقول لنا تجربة نحن نشوفه نقدر، يعني نقدر نحمي نفسنا. الفيديو شفته مبارع عن طريق السوق المركزي ولا وين ما عارف، عن طريق الواحد بيتكلم عن المانجا بتعالج الكورونا. طبعا ده إزارة أنا شايفه، وده استخفاف واستهتار لدرجة ما بعيدة. وما كده بس، في ناس كثيرين طالعين في الميديا وهم أصلا ما عندهم علاقة بالمجال وبيفتوا في إنه ما في فيروس أساسا في السودان، وما في إصابة واحدة، وإذا صح تطلع تقول في إصابة. الموضوع ده ما في بلد محمية من الفيروس، المرض ده حوالينا محيطنا بكل الجهات. استحيل نحن نكون قاعدين مع نفس الناس في خط واحد، يعني جغرافي واحد، على إنه كلنا في خط لاين واحد، درجة حرارتنا واحدة، وإيفن في ناس دول أعلى منا درجة حرارة والمرض عندهم. نحن ما إكسبشن يا جماعة من الموضوع ده. نحن ما ناس، السودان ما دولة ممكن نطلعها برا نعزيلها نقول لا لا والله نحن لا ما عندنا، نحن خطرين وما عندنا حيزة دي وما بدينا، درجة الحرارة صعب تقتله. نحن عندنا بالعكس أشياء كثيرة جدا سيئة، يعني من ضمنها زي ما قلت الهيل سيكتر، أو نحن الرعاية الصحية عندنا تعبانة يا جماعة بأمانة. يعني نحن وصلنا مرحلة المرض بدأ ينتشر، الله يكون في العون صراحة. يعني الحاجة الثانية المعاملات الاجتماعية والحياة الناس بتعملها، طريقة السلام، طريقة الاختلاط والتجمعات، وللآن الناس مخدين الموضوع باستهتار. الناس بتعمل تجمعات زي ما سمعت، الناس بتمشي على النيل عادي تقعد تجتمع، وستة الشاي يقعد يشرب الشاي، وما عارف برامج الليل، والناس تطلع. الدولة حتى لو منعت الناس من الناس تمشي تشتغل وكده وقعدوا في البيوت، استيل الناس ما قادر تستوعب إنه الموضوع ده خطورته قدر شنو لو جانا البلد. فالموضوع في النهاية يا ما موضوع بهم البلد كلها، ولو الموضوع دخل السودان ومرض دخل السودان بكميات كبيرة دي مصيبة. والحمد لله حاليا أي زول مثلا حظهر عنده الكيس التو كيس العلاج وزارة صحة إنهم قالوا بيجيبوا الناس اللي احتقوا، فدي حاجة كويسة إنهم يجيبوهم يعزلوهم ويتأكدوا إنهم مصابين وخلوهم لفترة، دي حاجة كويسة وتحركات سليمة. الحاجة الثانية موضوع السنترز اللي دعمل في جبرة، شايف الناس حرقوا الأساتيك وما عارف إيه، دي الأخبار اللي شايفها أنا كان حقيقة ولا لا؟ فإذا حقيقة الكلام ده تكبر مصيبة، معناته إن إحنا فعلا يعني مستصغرين الموضوع، نحن كشعب ما واعيين اللي بنعمل فيه. هنا في أمريكا وفي أي دولة، حتى هنا في أمريكا ما كل المستشفيات بتستقبل حالات يا جماعة، في مراكز معينة بتتخصص للحاجة دي للمرض ده، اتفصلت تماما وبقت هي مركز لاستقبال الحالات دي. عشان كده لما تعمل مركز زي جبرة ده، مركز جبرة إنه تحديدا للحالات دي، أنت هنا بتعزل، يعني ممكن يزول شال المرض ده أو هو مشتبه فيه ويجي يخش عليه مستشفى عام، أي يزول فيه داخل وطالع، فلازم يكون في مستشفى معين، وحتى هو لما يجيبوه يقول له تعال، او يجيبوه ياخذوا منه العينه بطريقه معينه وفي حته معينه في معمل معين. حتى معمل استاك لا يصلح انه يكون هو للفحص، اقول الكلام ده صراحه، مش عشان هو ما مؤهل، لا عشان هو مؤهل واي حاجه، لكن عشان حتى الفيه السنتر اللي هو فيه والناس اللي حوالينه والمعامل داخله في بعض والمبنى كله فاتح على بعض، ده ما مكان انت ممكن تعمل فيه فحص اذا ده حقيقه هو بيتعامل هنا. الفحص لازم يكون في معمل وسنتر منفصل، ويا حبذا يكون السنتر ده قريب من السنتر اللي اتعمل للمستشفى اللي هو زي بتاع جبرة او غيره بتاع غرف الفوق والعزل، انه المريض طلع بوزيتيف يخش على طول وكده. يعني فانت لازم تعزل محل الفحص بتاعك يكون بعيد من الناس، معمل استاك لا يصلح تماما انه يكون محل فحص في منطقه وسط الخرطوم، في مليون معمل داخل المعمل استاك، ناس متحركه في بنك دم، في ناس بيجوا غير معمل استاك لفحوصات تانية. أنا بعرف لأن كنت شغال هناك فترة طويلة للباثولوجي، ناس الباثولوجي وغيره والميكروبيولوجي الحياة دي، وفي ناس السموم، وفي فوق ناس طب المناطق الحارة. يعني أنت ممكن حتى كراودد، في ناس شغالين في مجالات تانية تخليها هي منطقة بتاعة فحص.
فلازم يكون منطقة الفحص حتى لو عملتها يكون معمل مركزي. يعني نعم تعمل يعني فرع لمعمل استاك صغير كده مفصول براه ومعزول في حتة منفصلة تترسل له العينات والعاملين في الموضوع. طبعا اكيد حتكون جاتهم ارشادات, انا ما بتكلم عن الناس في الحقل الصحي يعني, انا ما بنبههم على حاجة زي دي, اكيد يكون عندهم ارشادات انك كيف تكون لابس لما تتعامل مع العينة دي, تستلم وتكون لابس شنو يعني, انت ما تكون ظاهرة منك حاجة اساسا يعني, اللاب كود ده ما بيحميك من البرد. فانت لازم اي عينة زي دي تجيك وتكون شغال في عينات زي دي لازم تكون فول كفر يعني, جسمك كله مكفول ولابس تو جلوفز ويعني الاي شيل تغطي عيونك ونظارات يعني نظاره واي شيل تغطي عيونك. ففي اشياء انت لازم تاخذ انك البروكيشن بتاعتك كويسه يعني, انت لازم تحمي نفسك وتاخذ احتياطاتك من المرض بطريقه كويسه خالص, لانه انت ذاتك عرضه تنقله لغيرك لما تمشي لاهلك تمرق برا تقابل اي زول. فهدومك دي نفسها بعدين لما تخلص مفروض اي هدوم تتلبس في اليوم تكون هي ديسبوزابل. ديسبوزابل يعني تستخدم مره واحده يعني, هي زي ابرول كامل بتلبس لبسه واحده كده بتكون تحته اصلا انت لابس ابرول ثاني. فانت لما تطلع برا قبل ما طالع بتطلع الابرول الاوت دوب بترميه في سبت بعدين تتخلص منه. فبتطلع انت لو طالع برا تطلع بالابرول الداخلي اللي هو بيحميك انك تنقل المرض معك, لان انت ما هبشت ما كنت لابسه لما كنت شغال. فانت لازم تتبع السلامه في انك تلبس يعني تو كفرين يعني انك تو ابرول يعني, واحد تلبس خارجي ده لما تكون شغال في العينات, لما انت طالع برا تطلع بالداخلي فقط, وانت جاي من برا تلبس من برا ابرول جديد فوق اللي انت لابسه تشتغل به جوا وانت طالع. فانت لازم تكون الابرولات دي اول حاجه باستخدامها في المعمل دي تكون تترمي وتكون تستجد يعني. الحاجات دي ممكن تشتريها يعني هي ما مكلفه, وزاره الصحه يمكن تجيبها من برا او ممكن تجيبها دبليو تشو, هي ما محتاجه دبليو تشو لانها تجيبها لك لانه هي رخيصة جدا وتشتريها بباكيتات كبيرة جدا. نحن هنا بنستخدمها حتى لما نكون خاشين للمايس خليه للبني ادمين. فانت لازم تكون مؤهل وعارف تتعامل مع العينات دي كيف. دي النقطة المهمة. الأشياء المهمة الثانية اللي عايز أقول أنا دي ما ذكرت قبل, التركيز على إنه الموضوع بتاع التوعية. أنا شايف إنه نحنا مفروض يكون عندنا موضوع توعية أكبر من يعني أصل اللايف ده وحده ما يعني, وفي لايف كتيرة اتعملت ده حاجة ممتازة إنها بتوعي, لكن نحنا محتاجين توعية تصل لناس البيوت. التوعية اللي تصل للناس اللي في البيوت اللي هم ناس أمي وأمك وخالتي وخالتك وعمتي وعمتك وعمي وأبوك وكده يعني. فديل الناس الليلة أنت لو جيت قلت لهم الكلام ساي ما بيصدقوا لي. فأنت محتاج انك توعي الناس زي بطريقة انها تصلهم بطريقة سهلة. فصراحة الناس زي اللي قلت لهم الكلام ده انا سمعته ولا قالوا كده وقالوا كده وما بصدقوا. فالحل والحل انه التكاتف كامل يعني كل وسائل الاعلام سواء كانت مرئية او المقروءة او غيره وغير اللافتات في الشوارع يعني, الناس مفروض تكون شغالة حملات توعية بطريقة مكثفة جدا. إلا التلفزيون السودان أو التلفزيونات الموجودة قنوات في السودان كلها مفروض في كل 5 دقائق أو 10 دقائق عشان الناس بيكونوا متابعين مسلسلات أو أفلام تقطع عليهم وتجيب لهم فيديو بتاع توعية, هم كده مضطرين يحضروه وقاعدين يعني فيضطروا يشوفوها. فأنت بتجبر الناس يشوفوا الإعلانات دي عن طريق التلفزيون او التوعية المرئية اللي الناس قاعدة تتابع فيه وتقعد فيه كتير يعني. وبالذات الناس لما تكون قاعدة في البيوت تستمر التوعية دي وتكون مستمرة بدرجة كبيرة. فالموضوع محتاج الدولة نفسها يعني تضغط على وسائل الاعلام عايزنا, هي ما مهتمة بالموضوع ده او ما شغالة بالموضوع كتير او الحاجة الاهتمام اقل مما هو متوقع منهم لخطر المرض وللوباء الممكن يشكل انقراض مجموعة كبيرة جدا من أهلنا في السودان إذا حصل لا قدر الله دخل, إنه يكون في ضغط على وسائل الإعلام إنها تكون جادة في الموضوع ده في طرح المرض ده وإنها توصله بطرق أو أسلوب سهل جدا يعني. في حاجات كثيرة في ناس مثلا بتاعين آي تي في الجروب ممكن يعملوا حاجات كرتونية توضح وممكن تتعرض في التلفزيون وتتقدم على التلفزيون. التلفزيون ناس مفروض يكون عندهم ناس آي تي أزول يعني إنهم برضو يشتغلوا الحاجات دي يعني يعملوا حاجات توعوية والمعلومات عن المرض موجودة ومتاحة, ويستضيفوا ناس باحثين بتاعين فيروسات سواء كان داخل السودان برا السودان يعني. الموضوع ما كله يكون غنى
وحياة زي الموضوع يكون حاليا نحن مفروض نركز في أشياء أهم من الحياة دي. كفاية غنينا كثير يعني لسي الوقت ده الناس تركز كثير يعني في الحاصل وتتعلم من ما حصل في إيطاليا. حاليا إيطاليا تماما يعني فاقدين السيطرة عن كل شيء يعني ما قادرين يعملوا أي حاجة. فالحل صعب يعني. دولة زي إيطاليا دولة بالنسبة لنا إمكانياتها مهولة يعني. دولة زي دي يحصل لها بلوك وما قادرة تعمل شيء وتقيف في نقطة معينة. ده الدليل على إحنا يا جماعة لازم نكون جاهزين ومؤهلين لأنه نحمي نفسنا ما نصل للمرحلة دي. فعشان كده لازم وسائل الإعلام تدخل في الموضوع. لازم وسائل الإعلام تكون هي واحدة من الحاجات إن إحنا نعتمد عليها اعتماد كامل في الفترة الجاية, بأن هي تكون على الأقل جزء من الـ من الـ من الـ من الإجراءات الوقائية الحاصلة يعني. لازم هم يشاركوا. الحاجة الثانية المشاركة الثانية اللي دار أتكلم عنها ومهمة جدا يا جماعة, نحن عندنا شركات خاصة كثيرة جدا في السودان بتاعت اتصالات وغيره. شركات استفادت من المواطن السوداني ده استفادة قصوى جدا يعني. ليه لأي مواطن سوداني شايل موبايلات أو شايلت رام ورقمين وبيشتري يعني بيستخدم التلفونات دي وبيدفع قروش للشركات دي. الشركات دي المواطن ده عليها يعني عليها دين على يعني مديون المواطن دي بشيء يعني. غيره زي الشركات الخاصة التانية زي ناس دال جروب وغيرهم يعني. انت في النهاية منتجك ده بتبيعه مش من المواطن السوداني. اذا انت اعتمادك الاساسي على المواطن السوداني لما نحتاج لك انت كل مرة محتاج له بتبيع له المنتج. اي نعم هو بيشتري هو مستفيد لكن انت الاستفادة الكبرى عندك. لما تحصل مصيبة زي دي انت دورك وين مع المجتمع؟ هتجيب بتاني يعني معي يعني. ما ممكن انا اكون الليلة اي مواطن سوداني لين انتوا كلكم خاشين نت مثلا خاشين بالشركات دي الاتصالات دي اوكي بتدفع لهم قروش ما فري ما بدي ياكل الانترنت ده فري. ليه هم ما يكون عندهم دور في انهم يقفوا مع المجتمع في مشكله زي دي؟ ليه هم ما يطلعوا ويقدموا خدماتهم للمجتمع؟ نحن حنعمل كده نحن طالبين مننا شنو يعني؟ الشركات دي عندها موارد مهوله يعني فممكن تساعد المواطن البسيط اللي ما لاقي يعني مثلا البيجي في صف العيش عشان يمشي ياكل وممكن تجيه كورونا عشان واقف في صف العيش يعني. انتوا في شركات ناس ويتا وغيره موديل يعني انتوا دوركم وين في شر يعني؟ الموضوع ما موضوع انه بس انه المواطن هو يقعد في البيت وخلاص. الموضوع زي ما قلنا تكافل مجتمعي. زي ما المواطن قاعد في البيت وحمى نفسه الناس البرايفت سيكتور او الناس بتاعين اللي عندهم بيزنس خاص او غيره مستفيدين من المواطن السوداني طيلة حياته. جاء الوقت اللي انت تقيف مع المواطن ده تقدم ولو حاجة بسيطة يتنازل ولو حاجة بسيطة يعني. انت ما ممكن انت ما هتخسر كل شيء يعني لكن ممكن تقيف قدم ولاك للبلد. اقيف مع الحكومة والله الحكومة الليلة وزارة الصحة ما مشكورة كونت غرفة بتاع الطوارئ كمية من المبادرات دخلت فيها زي ما شفت انا في الجروب دي حاجة ممتازة خالص. وين الشركات دي من الموضوع ده؟ الناس بتصنع معقمات براها يعني. وين الشركات دعم الشركات للموضوع بانك تصنع المعقمات دي او تجهز المعقمات دي؟ او قال لها الليله يا اخي انزل شويه من سعر السوق ده وقدم من ارباحك دي للبلد جيب حاجات تفيد البلد. القطاع الصحي محتاج الناس غير القطاع الصحي محتاجين مثلا كمامات جلوفزات محتاجين لبس معين للفحوصات دي الكيتس دي نحن نستنى تبرع لنا بها ناس دول معينه زي دي جاك مو اللي هو رسل بتاع علي بابا رسل ما مشكور يعني ما قصر إعانات عن طريق السوبي تقسم للدول الأفريقية 54 دول أفريقية يعني. الحاجات دي ده أسي شخص لا أفريقي ولا عنده علاقة بأفريقيا هو صيني لكن عارف إنه عنده ماركت كبير جدا جدا في أفريقيا. الشخص ده بالمناسبة علي بابا دي من أكبر المواقع الأفريقيين كلهم قاعد يشتروا منها أفريقيا يعني يشتروا عن طريق الموقع ده أونلاين. فهو عارف عنده كاستمر في البلد دي أي نعم عنده إحساس إنه البلد دي ناس دي محتاجة مساعدة أو أي حاجة هو ممكن ما يجي معاكم اساسا وعلاقته بيكم شنو يعني. حتى لو هنا هتشتري انت لو محتاج عن طريقي هتشتري مني يعني. فانا ما محتاج ان انا اقدم لك مساعده عند تشتري مني انت كده كده بتشتري. لكن هو حس انه ده واجب عليه. انا الناس دي بقدم هم كاستمرز عندي واشتروا مني وباعتبارهم هم ناس محتاجين مساعده وانا عندي ليه ابخل؟ في النهايه ده بني ادم يعني بحس بالبني ادمين اكثر من انه هو ماخذ موضوع بيع وشراء ماخذ انه الإنسانية بتحتم عليه وقيف مع الناس دي. الدول كلها في أفريقيا محتاجة دعم زي ده لأنه صراحة الوضع كارثي في كل الدول الأفريقية إمكانيات ما متاحة يعني. فعشان كده نحن بنرجو وسائل الإعلام تقيف
بالإضافة وتكون متخصصة وكات للموضوع ده وتساعد بتساهم بقدر كبير. الحكومة كمان حاليا عملت إجراءات ممتازة، لكن أنا بشوف إنه برضو لازم الموضوع يكون متابع بحزم، لأنه في استهتار يا جماعة بأمانة كده، في لسه ناس مستهترين، حتى لو في ناس بيبيعوا في ناس واعيين ومتابعين وبيحاولوا يوعوا الناس، في ناس لو جيت وعيهم ما بيقبلوا منك ولا كلمة يعني بأمانة كده، بيحسوا يقول لك يا زلمة ما في مرض زي ده أساسا، ده كلام ساي، إحنا والله يجينا شميسنا دي ترمي لك باب، عرفت كده؟ فالمفهوم كده يعني إنه نحن بس لو مرقنا في الشمس دي ساي خلاص. فنحن يا جماعة لازم الناس ديل بعد التوعية يكون في دور مهم جدا جدا من الحكومة بأن هي تنزل قرارات حاسمة أرض الواقع. أي محل فاتح الناس، حتى المطاعم هنا تيك أوي، لو عايز تشيل تيك أوي وحتى لما جيت تشتري بتكون واقف أقل حاجة مترين من الكاشير عشان تشيل منه، وخدت لك الحاجة في طرابيزة تشيله وتمشي، ما بتقرب منه أساسا. فالناس حتى لو فاتحين المطاعم والحاجات دي ما في زول يقعد في مطعم يأكل، تشيله وتمشي، ولازم تكون في مسافة قانونية بينك وبين البائع، بين البائع والمشتري. فهنا القوانين لازم يعني حتى لو انت تكفيل البلد تماما تكفيله بعد، حتى لو اضطريت، وحتى لو بقى بالقانون تنزل قرارات حاسمة، تنزل قوات في الشارع تجي تمنع التجمعات، حتى لو بعد ده وصل المرحلة انه الناس بالقوة، هسي الأردن الليلة نزلت قواتها بالقوة تفرتك في الناس، ما في زول يقعد في الشارع. في ناس التوعية بيتمشيون وبيمشوا مع التوعية وواهمين وواعين، لكن في ناس صعبين يا جماعة صراحة، يعني أنا ما عارف الناس توصلون المعلومة كيف، يعني الناس تعبت صراحة يعني من الكلام. فالموضوع ده موضوع معقد جدا جدا وحله صعب، يعني في تعامل كده ما الناس ما تتعامل معهم صراحة في القصة دي. فالحل الوحيد تنزل قوانين صارمة، التجمعات تتمنع، زي ما قلت الحياة دي كلها تتعامل بأنه التوعية التوعية ثم التوعية، ما عندنا حل غير التوعية المبادرات. طيب ال ياسين بيزال الحرارة، الحرارة ممكن تقلل الانتشار لكن ما ممكن توقف، لأنه في دول كثيرة الفيروس موجود فيه ودرجة حرارة عالية. السعودية درجة حرارة عالية جدا بالمناسبة، ممكن تكون أكثر مننا، المرض فيه وصل 500 الليلة أو أكثر 500. قطر نفس الشيء، درجة الحرارة بقى معنى هي بتوقف المرض لكن ممكن تقلل. لكن يا جماعة ما في أي حاجة بتثبت الحياة دي غير إنه إحنا بنحكم بالأشياء اللي بنشوفها، يعني الحياة المرئية لنا من النتائج اللي بتطلع من البحوث وبتطلع يعني منشورة. لكن البيبقى إنه أنا حاجة دار أقول المهمة كمان، الفيروس ده سريع التأقلم، يعني ممكن يغير في طبيعته بسرعة خرافية، زي ما حاصل الأطفال في البداية ما كان بيصابوا أساساً، وفجأة بقت في إصابات أطفال، والأطفال ممكن كمان يصلوا مراحل متقدمة شوية شوية بتظهر. فالموضوع بقى في حد ذاته، والفيروس هل بدأ يحصل فيه تطور حياة دي ما معروف، لكن طريقة انتشاره بالسرعة دي في حد نفسها ممكن تساعد على أنه يحصل فيه تطور سريع جداً. ليه؟ لأنه انتقاله من شخص لشخص، وفي حد نفسه بدي فرصة لأنه يحصل تأقلم ويغير في خصائصه. فالناس ما تعتمد على درجة الحرارة وما تعتمد على الكلام ده، والناس تأخذ الوقاية بالأساس ده، إنه ما في شمس بتمنع وما في حرارة بتمنع، والناس الحاجة الوحيدة بتمنع إنك تبعد من الشر وغنيره، تقعد في البيت ما تمرق ما تطلع إلى الشديد القوي، لو طلعت ما في تجمعات ما تقابل الناس، سلام بالأحضان، الناس تخليه شغل السلام بالأحضان والسلام في اليدين برضو، خلاص الناس اللي ما دي تبعيد، ما في سلام في اليدين، لا في ناس في الأحضان، لا في ناس تقابل بعض وتتجمع في قعدات، ولا في بكيات، ولا في يعني حتى لو في بك الناس بالتلفون بعد ده ما ده وباء يا جماعة، الناس ما مجبورة يعني ليلة، حتى لو في لوم المجتمع السوداني بلومك لو ما جيت هنا، خلاص ما في لوم يا جماعة، هنا ده وباء. لما نكون في مشكلة زي دي الناس كلها بعد ده بتجيب مع بعض وبتقتنع بأعذار الناس، يعني ليلة الناس بيقول لك والله ده واجب لازم امشي لانه حصل كده، اي نعم واجب، لكن التليفون موجود، زمان ما في وسائل اتصال، هسه في وسائل اتصال الناس ممكن تستخدمها يعني. والناس زي ما بيقولوا بتتقبل وبتتفهم، يعني ما في مشكله حاصله الناس لازم توعيها. فدي واحده من الحاجات. فاتمنى انه يكون ما طولت، انا طولت على الناس كثير، ساعه وتقريبا ساعه وربع ساعه. فالفكره في النهايه اتمنى يكون وصلت للناس، والمهم ثم المهم التوعية. أيوة يا عصمت، مركز جبرة بقى في مركز، أي صح في
منطقة سكنية مهولة، ودي حاجة ترجع للدولة. أنا ما عارف هم خصصوا الحاجة دي ترجع للدولة، لكن حتى هنا ممكن تكون في منطقة سكنية إذا الناس بعدت من المنطقة حول المركز، لأنه أصلا ما بيصلك في أكثر من متر أو مترين، يعني هو مرض ما حينتشر لك بالطريقة دي، لأنه أكيد حصل تعقيم بعد الوباء ده ينتهي والحاجة دي لكل المستشفى. لكن الفكرة في إنه على الأقل الدولة ساعية إنها توفر مراكز مستقلة للحاجة دي، ده الشيء المهم. والدولة متفهمة للمشكلة وبدت تاخذ خطوات. نحن دورنا كمجتمع شنو نجيب معاهم؟ يعني ليه أنت ليه لو معترض أوكي قاعد في منطقة سكنية مهولة، تعال يا أخي قدم اعتراضك بطريقة ظريفة، لكن ما ممكن تشيل لستك وتحرقه جوا المستشفى يعني. فالطريقة الاعتراض في حد ذاتها أنا بتكلم عنها خطأ، لكن أنت لو كان عندك اعتراض مقدمه للجهات الرسمية بطريقة معينة، الناس الحي يكتبوا مذكرة يرفعوا للحكومة، والله يا جماعة ما ممكن هذا الصحة تخطوا لنا مركز عزلي هنا، طلعوا خطوا هناك في حتة بعيدة من الحتة، يعني ناس ما مهولة يعني ما في ناس ساكنين في المنطقة وتكون منطقة معزولة، وده الأصح طبعا. لكن إذا ما عمل أنا ممكن أعترض بطريقة إن أحرق ليستك جوا المستشفى، لأنه طريقة الثورة اللي عملناها زمان دي حاجة أنت بتعملها لما كنا في الثورة. الموضوع ما موضوع ثورة هنا يا جماعة، الموضوع موضوع وباء جانا كلنا، الحكومة بتتخذ إجراءات، هل أخطأت ولا ما أخطأت أنت تصويبها بالطريقة الصحيحة، لأنه هي ماخذة إجراءات صحيحة. لكن إذا أخطأت في إنها تتخذ المغر بالطريقة دي، أنت عليك تعدل في 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 الخطأ ده، أو تحاول تقول رأيك عن الموضوع ده، في إنك تقول يا جماعة والله يا أخي أنا ما عاجبني الموضوع ده، لأنه هنا نحن ساكنين هنا وما بنقبل الموضوع ده هنا، بطريقة حضارية شوية بطريقة أفضل، لكن منك تحرق لستك وتعمل تجمهر، لأنه في طريقة في حد ذاتها كانت مستفزة وبتدل على عدم الوعي، بس ما أكتر يعني الناس اللي عملوا الحاجة دي. يعني أنت لما تحرق لستك في مستشفى متخيل الدخان بيطلع من لسك شكله كيف؟ شفنا زمان حاجة لما تحصل في المظاهرات، وهسه مظاهرات مؤلمة، فلما يكون في مرضى جوا يكون عمل حاجة دي مصيبة. طيب ده سؤال عن الفيروس، تأثير الفيروس على المصابين حتى لا نشوف منه، يعني دي واحدة من الحاجات الناس شغالين دراسة عليها. في مجموعات كثيرة بحثية شغالة، من ضمنها في مجموعة في السويد حتبدأ شغل، في مجموعات هنا عندنا في هارفارد شغالين بيشيلوا عينات من المرضى وبيحاولوا يحللوا يشوفوا الإميونيتي بتاعتهم شكلها كيف، هل ممكن يقدروا يعزلوا مناعاتهم كيف، ويعزلوا منهم جسم مضاد يكون قوي جدا ضد الفيروس ويستخدموه تاني يمكن مصبت يعني. فدي شغالين فيها الناس بتاعنا الكلوروكين، الدراسة عملت أخذوا كلوروكين، أيوة نعم في علاج، لكن ده عدد بسيط والعين ما بالطريقة اللي تخلي الناس تقول خلاص ده العلاج، لأنه في دراسات لازم تتعامل أشمل وبطريقة أكبر. حاليا بدوا يعملوا دراسات سريرية وطبية على عدد كبير من المرضى عشان يقدروا يطلعوا بنتائج سليمة، يعني ده ممكن تحكم عليه عدد بسيط زي ده إنه ده ممكن يكون علاج، فلازم يكون العدد كبير ويأكد النتائج دي، بعد ده بوري انه الامان بتاع العلاج، النتائج الحقيقية للعلاج انه عالج ولا ما عالج، دي حشية بترجع للعدد الكبير، وانك تدخل في العينة والسامبل بتاع يكون عدد كبير من المرضى، وده شغالين فيه. بالنسبة للناس المحتاجين اللينك، اي زول داير اللينك بتاع ماي المجلة انا قلتها يقول لي انا حاخدتها عليه، فانا يمكن حاخد اللينك بتاع المجلة اللي لقيت انه الاكسبريشن الخلايا بتاعت اللسان او الفم فيها موجود الريسبتر بتاع الفيروس عشان يخش بالفم، وحاخد بتاع جاما اللي هي طلعت البراز فيه والفيروس كامل، وفيه حتى طرق الفحص العينات شالوها بحتات معين من طرق مختلفة وورد نتائج مختلفة، الفحص لازم يكون بطريقة احسن، شال من حتات معينة وبطريقة معينة، لكن الطريقة اللي ذكروا هم طلعت نتائج ذي حساسية عالية ودقة عالية، هي طريقة صعبة جدا الا ناس متدربين عليها وصعب انها تعمل في اي حتة. تعرف في البيبر حقت نيتشر ميديسين حاخدتها تقريبا فيها الناس البيشن بتاع الاطفال اللي عندهم في البراز، وفي جامعة برضو فيها في البراز حاخدتها، دي نفسها هي برضو فيها الفكرة. اي حاجة انتو عايزين ممكن تخطوها لي في الكومنت انا حاخدتها، وبالاضافة لكده حاخدت اللينك بتاع البيبر حقتنا مع ناس MIT اللي هي تحت المراجعة الان في مجلة الخلية المعروفة، لكن هي مخطوها ببري برينت في إلسيفير،
هاخدت عليكم وممكن تنزلها كاملة داونلود لكل البيبر بالفيجرز وأي حاجة. فنزل الله السلامة وربنا يحمينا ويحمي السودان وكل الناس أهل الموجودين في السودان. وزي ما أقولوا إن شاء الله المرض ده يجيب هنا، حتى لو في يعني عينتين أو شخصين مصابين هم هيتعالجوا. واحد طبعا هو عارف إنه توفى رحمة الله، زي ما حسب ذكره ذكروا إنه توفى. فدي نتمنى إنه الثاني أجنبي، نتمنى إنه الناس ما يكونوا في ناس مصابين تانين غيره ويتعافى، وعشان ما يسبب لنا كمان مشاكل تانية ويرجع لبلده سليم، لأنه هو أصلا بيعمل خير قاعد في البلد بيفيد يعني صراحة، زاد تابع لمنظمات خيرية وبيساعد، فهو جاي السودان عشان يساعدنا كمان، نتمنى له الخير. وكل الناس الموجودين بس تعمل حذرة، وزي ما قلنا الوقاية ثم الوقاية ثم الوقاية. موضوع اللقاح أنا حاجة أخيرة حقولها قبل ما أكفي، لأنه المفروض تكلمت عنه. اللقاح يا جماعة، ما في أي لقاح حاليا أبروف، أي لقاح عشان تنتج ضد أي مرض بياخد سنين عشان يطلع. أنا شخصيا شغال في موضوع لقاح مع جروب تاني، مجموعة تانية من هارفارد، هم عملوا ديزاين للفاكسين أو اللقاح، وأنا حجربه على الـ على الـ على الفئران اللي هو البري كلينيكال، اللي هو اللي بيقول عليها الدراسات السريرية اللي قبل إنها تخش على البني آدمين. أنا الليدر بتاع شغل على الفئران، وطلع الداتا وعمل لها أناليس وارفعها بعد ذاك، وعلى أساس نغري حنمشي لقدام نرفعها للبني آدمين ولا لا. لكن للأسف التجربة وقفت هنا بأن احنا صنعنا الفاكسين لكن ما قدرنا نجرب على الفئران، لأنه حصل إنه حصل بلوك داون أو شت داون لكل هارفارد، ما في زول يشتغل حتى، لأنه الموضوع هو في النهاية حيقول سنين، والفيروس عندنا ماشي زايد في بوسطن، فالناس بدأت أو في الولاية، فبدأت الناس تكفيل وتوقف أي حاجة، يعني أي حاجة ستوب هنا، يعني ما في شغل. الشغل الثاني اللي هو طلع اوريدي حاخدته زي ما قلت بعدين مع ناس ام اي تي، ده اوريدي خلاص احنا رسلناه، فما فيه حاجه كثيره اوريدي. فاللقاحات في لقاح حاليا الوحيد اللي بدا الكلينيكال ترايل او التجارب السريريه عليه في ان اتش، اللقاح هو من شركه جديده اسمها موديرنا. الشركه دي اصلا شركه اسسها بروفيسور من هارفارد، هي طبعا المبنى طوال الجمل المبنى بتاع الشغال المبنى الشغال فيه، وانا شركة جديدة في الأساس، لكن هم طوروا تقنية بيستخدموها لإنتاج اللقاحات. للأسف التقنية دي ما في أي منتج ليها لأي مرض بيصيب الإنسان. التقنية واعدة لكن اتجربت على الفيران أو كذا، لكن ما في نتائج لها ملموسة. عشان كده أنا شخصيا، أي نعم ممكن الموضوع هو بدأ يتم الحقن ل يتم الحقن لخمس بدو الحقن يتم الحقن لخمسة وأربعين شخص، كله يتقسموا على ثلاثة جروبات، كله مجموعة فيها 15 شخص، كله مجموعة من ديل بيستخدم بيستقبل بيحقنوه بجرعتين للقاح، فجرعة منخفضة للجروب الأول، جرعة متوسطة للجروب الثاني، وجرعة عالية للجروب الثالث. الجرعة الأولى أول ما ياخدوها بياخدوا الجرعة الثانية بعد 28 يوم من الجرعة الأولى، أوكي؟ بعدها حيتم متابعتهم لمدة سنة عشان يشوفوا كيف مناعتهم بقت، ويشوفوا حتى النازل السلامة اللقاح ده في جسمهم ما عنده تأثيرات جانبية عمل حيات تانية وكذا. فدي محتاجة سنة، يعني ناس النتائج البدد التجارب البدد دي حتاخد سنة، فلذلك ما نتوقع في لقاح يطلع قريب. فاللقاح هو عبارة عن RNA، يعني هم التقنية بتاعتهم مسنجر RNA. المشكلة انه التقنية دي كانت بدت زمان كموجودة، يعني الناس بدأت تشتغلها. مشكلة دي انك لما تجيب انك كيف ترسل RNA ده جوا الجسم عشان يخش الخلية، فبيحصل له طوالي تكسير اول ما تحقنه. فهم عملوا التقنية بانهم بيجوا خطوه في الليبيد، او بيسموه ليبيد نانو بارتيكل، اللي هو ما اعرف يقوله كيف بالعربي صراحة، يعني هو عبارة عن يقولها كيف دي، فهو ليبيد نانو بارتيكل اللي هو يعني جريس او شحوم اللي هي دي، وبيتخطى جواها الار ان اي وبيتغلف، وبعد ذاك بيترسل، وبعد ذاك هو الخليه بيلتصق بالخلايا، لانه الخلايا هي عندها ليبيد في السيرفيس بتاعها، فهو لما يلتصق بها بالليبيد ده فممكن يسحبه لجوا، والار ان اي اول ما دخل ام ار ان اي ده هو
نعمل اكسبريشن للبروتين الموجود في الموجود في الغشاء بتاع الفيروس اللي بخش بيه الخليه. فاول ما يدخل جوه السيتوبلازم طبعا ام ار ان اي لما يخش السيتوبلازم بعد ده بيحصل له اكسبريشن ايزي, لانه هو اصلا الام ار ان لما يخش السيتوبلازم بيحصل له اكسبريشن. فاول ما يدخل هناك بيحصل له اكسبريشن, فانت خلاياك نفسها بتبدا تنتج. بتنتج وين؟ بتنتج في البروتينات حقت الفيروس وتبدا تقدمه للجهاز المناعي. فانت ما بتديه بروتين جاهز, هو بتديه ام ار ان اي والخليه بتتعمل ترانسليشن وترسله للجهاز المناعي, بعد ذلك يشوفه ويقوم شنو, لانه بيعرفه غريب يعني جسم غريب, فبيدي يطلع له اجسام مضاده. احنا الشغل بتاعنا عكس ده تماما, احنا بندي البروتين نفسه بطرق معينه, حصل له ديزاين بستراكشر بيولوجيست اللي هم ناس بتاعنا الستراكشر بيولوجي اللي شغالين على التصنيع والحياه دي, فهم صنعوا بطريقه معينه البروتين ده نفسه كريكومبيننت, ونحنا انا هجربه على الفيران قريب ان شاء الله, لكن برضو حياخذ زمن. فانا بقول انه نحنا اللقاح الموجود حاليا تحت التجربه حياخذ سنه قال لي حاجه عشان نشوف النتائج الاوليه, ممكن تكون مبشره ممكن تكون ما مبشره ما معروف. في لقاحات ثانيه الناس شغالين فيها لكن لسه ما في شيء جديد, يعني حياخذ زمن برضو سنتين ثلاثه. الموضوع اللي بقوله انا اللقاح حاليا والمتاح حاليا والفعل حاليا هو الوقايه, غير كده ما في لقاح, غير كده ما في علاج, تمام. بالنسبه عشان كده الناس الوقايه. بالنسبه للموضوع اللي قلت قبل بتاع دكتور ايسر اللي هو حيرسل لنا ان شاء الله مشكور, تبرع عنه رسل لنا الكيتس بتاعت انه نعمل لها تيست بتاعت الريبيد دايجنوزيس بتاعت الايمونولوجي الايمون رياكشن. فنحن حنشوف متطوعين يكونوا في الجروب لهم علاقه بالمجال الصحي وشغالين في الشغل ده وباحثين وعندهم انترست, بعد ذاك نحن نحاول نشوف الجروب طبعا لجنه الكوارث لجنه الطوارئ والكوارث, انه هم طبعا عندهم على اتصال بوزاره الصحه حاليا, فحنشوف انه هم يعملون امكانيه اتصال على الموضوع ده انه كيف نحن ممكن نعمل تيستينج ونجرب الاي سي تي اللي هو بتاع الاميون رياكشن ده. هو 10 مينتس رياكشن التيست كله بياخد, اول فحص بياخد 10 دقائق فقط تطلع النتيجه. يعني انت تخط السرير بيقرا لك اي جي جي واي جي ام, يعني كلهم مفصولين في اي سي تي. دكتور ايسر رسل لي الصور حقت الاي سي تي بتاعهم, ففي اي جي جي منفصل واي جي ام منفصل, وان شاء الله هنعمل لهم تيست. بالاضافه لكده ممكن نجرب الميرس لو عايزين, ممكن نعمل له تيست ونشوف الرياكتيفيتي برضو اذا في كروس رياكتيفيتي مع الميرس ولا ما في, الكيتس بتاع الميرس بتاعهم. وبعد ذاك الكلام ده ممكن نرفعه مع وزاره الصحه ذاتها هي, نحن يمكن نعمل اناليسيس ونحلله وننشره ان شاء الله في الجروب وننشره في مجله وتاخذ الشركه فيدباك من البحث بتاعنا. زي ما قلت البحث ده انا برضو طرحت الفكره عن نشتغل الشغل ده برضو مع السعوديه, اللي عندهم المرض اكتر والحالات اكتر وعندهم الميرسي قبل كده, فحاول نعمل تيست مع ناس مدينه الملك فهد الطبيه بعلاقاتي مع الناس هناك. لكن حاليا موضوع انه نعمل تيست في السودان مهم, بالذات عندنا ناس سسبكتد حاليا او مشتبه فيهم, دي ممكن نعمل عليهم التيست لحد ما يطلع التيست الجديد بتاع البي سي ار اللي هو الكونفيرم المتبع عن طريق السي دي سي والدبليو اتش او التيست اصلا معروف. حنقارن نتائج التيست مع النتائج بتاعت السي دي سي البي سي ار ونشوف الحساسيه ودقه التيست بتاع ناس دكتور ايسر اللي طبعا شغال في شركه كبيره في المانيا, ومشكور جدا انه تواصل على انه يعني تواصل معي الليله تكلمنا مع بعض انه وافق على انه يوفر لنا الحاجه دي ما قصر. فنحن حنشوف الرد اول قبل ما نمشي نطلب الحاجه دي ونرسلها لنا دكتور ايسل. حنعمل لو في طريقه نعمل ليترون اي يوم بعد نحدد الناس اللي يخشوا في الموضوع يشتغلوا, نعمل زي ميتنج اونلاين ونتكلم ونبدا الاجراءات ونشوف وزاره الصحه نتواصل معاها كيف, وهل ممكن هم حتى لو ما يدون العينات نشتغلها طبعا, لان العينات ما سهل انك تستخدمها استخدامها واستلمها, ممكن في مراكز الفحص اللي عندهم او مراكز العينات اللي عندهم هم اوريدي بيشيلوا عينات من البيشن, ممكن يشيلوا عين الدم ويفصلوا لنا السيروم ويعملوا لنا تيست للعينات ونديهم التكتس, وما عليهم الا يعملوا لنا ريكوردينج للداتا ويسلمونا ليه. بعد ذاك نحن عن طريقنا نحن حنحلل الداتا ومع الجروب اللي معانا اللي حيكون من السودان من الشباب اللي هنا, وكده نكون قدمنا خدمه اصلا يعني على الاقل للبلد لو الحاجه دي فعلا افادت, وقدرنا نعرف النتيجه بطريقه اسرع عن طريق التيست دي في زمن قصير والحساسيه والدقه عاليه,
احنا نكون قللنا زمن كثير جدا جدا ممكن يعتمد، لانه السي دي سي حاليا بتجرب الكيتس ده، الناس حيصير رسلوا للسي دي سي عشان يجربوا، لو بيجي كوميرشال وابروفل ان احنا نستخدمه ده يمكن يكون تيست سريع بدل تستخدم البي سي ار المكلف المحتاج ناس مدربين يشتغلوا بالجهاز. يعني احنا بتحتاج خبره عشان تكون مدرب على الجهاز، انت تشيل دم تفصيله بتخطه في في الـ في السي دي سي اللي هي ال ال السلايد بتاعتك دي، وبتخطه وبيديك يقرا لك النتيجه بتشوفها يعني، ف يعني حاجه مرئيه يعني. ف فنتمنى نقدر نتوفق في الموضوع ده. عموما انا هوقف لحد هنا لانه طولته، فلو في اي سؤال انا بعدين ممكن اشوف الأسئلة اللي بتتكتب واحاول ارد عليها ان شاء الله. وموضوع الناس اللي انترستين والحاجه دي يمكن يتم التنسيق معهم، انا ما اعرف حيكون النظام كيف، لكن انا حشوف مع ناس اداره الجروب ممكن الحاجه دي حنقدر نختار الناس كيف في الـ في الـ في, الـ في الناس يشاركوا في الموضوع ده. فنحن عايزين ناس موتيفيتد يعني يتحركوا وعندهم قدرة على انه يكون عندهم تواصل مع وزارة الصحة ويتحركوا ويمشوا ويجوا ويجمعوا الداتا. والداتا هي لما تتخطى وتتدانت، لو خطت في اكسل وترسلت بعد ذاك احنا ممكن نقدر نحللها ونقدر نشوف الحاصل شنو، لكن حنحتاج زي ما قلت قاعدة ولما مع الناس دي ونتكلم معهم عن طريق ما قاعدة يعني حنتلاقى ما حنتلاقى يعني، لكن قاعدة عن طريق سلي ما دي مع الكورونا ما في ملاقاة، فحنتكلم عن طريق الميتنج اونلاين مع الجروب اللي حيتحدد وحنشوف نبدا كيف. ودي نقطه كويسه للجروب على انه كيف انه حيساهم، ودي برضو اضافه لانه ورى وزاره الصحه انه في جروب بحث هنا شغال حيساعد يعني، وبيقدر بيعمل اللي بيقدر يعمله صراحه. وفي شباب سودانيين قاعدين برا هنا بيناسبوا في اي دوله في العالم، هم يدهم باسطين يدهم انهم يقدموا يعني. اسد كرايسر مشكور هو قاعد في حته يعني همه على البلد وداري يقدم خدمه للبلد، ونحن برضو عايزين نحاول بقدر الامكان كل السودانيين اللي بيقدروا يقدموا اي حاجه يقدر يقدموها يعني يحاولوا يقدموها. ده الوقت اللي انت بتفتش فيه الناس يعني، الناس ده الوقت الناس اللي بتشوف بلدها محتاجه شنو تقدر تقدم له حاجه، ده الوقت الصعب ان احنا محتاجه وقفتنا كلنا مع بعض. فان شاء الله نقدر نعمل الجروب ده ونقدر ننشر الداتا دي وتكون ممتازه، هي حتفيد حتى الناس اللي حيكونوا في الجروب في الورقه او لو اتنشرت هتكون بالنسبة لهم ورقة علمية هتفيدهم، وأكيد هتمشي حاجة كويسة، ما هتمشي مجلة كعبة يعني ما تلاوزوا حسب النتائج أيا كانت النتائج نحن حننشرها، لكن حتكون إضافة للناس اللي شاركوا بأنك أنت على الأقل شاركت بحاجة في المرض ده يعني، قدمت حاجة أثناء للبشرية وللناس على الأقل تيست حاجة معينة. فالجروب يكون عنده إسهام يعني بحثي كباحثين نفس اللحظة التوعوي، دايما احنا قاعدين نعمل هسي موضوع التوعية والجروب شغال بتوعية بحاجة تانية، وبيشارك برضو بالدعم اللوجستي عن طريق انهم يخشوا في الجروبات مع وزارة الصحة في الطوارئ وكل الاشياء دي. فنتمنى التوفيق وربنا يحمينا من المرض ده. دايما قلت الناس ما تخاف تقعد في بيوتها، ما ينزل جاتك وعراج جاتك معناتها كورونا، خليك في البيت ما تطلع عادي، يمكن تكون ناس الحادية. فما دام انت اختلطت بشخص او انت شاكي وعندك اعراض بتخليك انك تشاكي، بعدك تتصل بالارقام حق الطوارئ المذكوره او محدده، غير كده ما في شيء يخليك تهلع تخاف. نحن الحمد لله حتى الان في وضع ممتاز، لو وصلنا على كده اسبوعين ثلاثه شهر نحن حنكون عدينا الازمه ان شاء الله باذن الله، مع بعض بوعينا، مع بعض بتكاتفنا، مع بعض بانه نحن كلنا نكون عارفين هو الخطر المحدق جاي علينا وعلى البلد وكيف نحمي نفسنا. طيب يا جماعة أقول لكم سلام ومشكورين كثير على المتابعة، وإن شاء الله نكون ما قصرنا معاكم وقدمنا معلومات تكون مفيدة والناس استفادت منها، حتى لو الزمن طويل الفكرة في الفائدة، وأتمنى أنها تكون كان في فائدة وما في كان كلام كثير ومكرر وبدون فائدة، على اللي قال أي شيء كفائدة يعني أحسن من لا شيء. فنحن دائما محتاجين لأي جرعة توعية، نبعد من أي كلام على السوشيال ميديا يقول ده مرض ده ما مرض وده ده غاز وده حياة، دي نبعد منها، نركز في الحقائق، والحقائق هي نحن نحمي نفسنا حاليا. فسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.